بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سيطر علي وأنا جاي بفكر في العربية كده في المحاضرة، سيطرت علي أكتر من فكرة قبل ما أبدأ في موضوع المحاضرة اللي أنا جاي عشانه النهاردة. الفكرة الأولى ألا وهي يعني قرار حضراتكم أن أنتوا تيجوا الندوة في يوم زي ده بتعدي فيه البلد بأحداث ممكن تكون عصيبة أو كبيرة، ويكون التحرير قريب من هنا، وعارف ان في ناس كتير ممكن اهالي رفضوا ان البنات تيجي، او بعض الناس كانوا عايزين مثلا في يوم عاشوراء المغرب يدوبك عقبال ما فطروا الساعه 5 وما لحقوش يجوا. فعمال بقول يا رب يعني اللي ما جاش ربنا يتقبل منه يديله نفس الثواب اكنه كان حاضر معانا. وبقول دايما الخير في امه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. يعني انا مدرك قد ايه الناس اللي جت النهارده ممكن تكون جت وهي ذهنها مشغول بالبلد، وبعض البنات ممكن يكون عندهم قلق من الطريق او كأن الاحداث مش وقت دروس دلوقتي، تعال نشوف بس ايه اللي هيحصل في البلد. فاشكركم جدا على حرصكم على ان كنتوا دايما تسمعوا شيء يدلكم على ربنا ويقربكم من ربنا سبحانه وتعالى، ودايما حريصين ان احنا نتجمع تجمع نعرف فيه معلومة تخلينا أقرب لبعض وأقرب للصح على ما نعتقد. فكتر خيركم. أنت ما تعرفش ساعات في كده مشاوير الواحد بيروحها أو مواقف الواحد بتحصل منه تبقى أكبر بكتير مما يتوقع. كان حد بيتكلم معايا من كام يوم، أم بتحكي لي كانت بتأكل ابنها فلقت قطة صغيرة كده بتعملت نونو يعني جنبها، فابنها كان بياكل طبق جبنه كده بالعيش، فقامت اخده جزء من الجبنه وحطتها في ورقه كده وبدات تنده للقطه الصغيره دي. بس هي قصه بسيطه، بس ساعات البساطه بيبقى فيها معاني راقيه جدا. فالظاهر القطه الصغيره دي كانت جعانه قوي، فالام بتحكي بتقول فانا قعدت اكلها. انت عارف في شيء مشترك بين الاطفال، انت لو بصيت كده في اطفال الحيوانات حس ان هم شبه اطفالنا، نفس البراءه كده في وش الكلب الصغير او الحمار الصغير او القطه الصغيره. الصانع واحد سبحانه وتعالى مع الفارق طبعا، ولقد كرمنا بني ادم، بس حسها انت كده لما تشوفها. فبتقول انا قعدت اكل القطه وصعبت عليا اكنها بنتي، وقعدت اتكلم مع القطه واتكلم مع ربنا اقول يا ترى الاكله الصغيره اللي انت كلتيها دي هتشفعي لي بيها يوم القيامه، زي ما الست البغي شربت القطة، وفي الحديث الراجل شرب الكلب، وزي ما الست دخلت النار عشان ما خلتش القطة تاكل، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. يا ترى أنت في يوم من الأيام هقابلك ونقف قدام ربنا كده وربنا يقول لي صلواتك كانت حاجة حلوة وحجك كان حاجة حلوة، لكن اللي هيدخلك الجنة هي القطة الصغيرة دي. فساعات في مواقف بتعدي عليه، ولولا ان في مواقف صغيره كده ما كانش سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اللي بيتكلم في القضايا الكبيره وبناء الامم والحضارات قال لك اللي شربت القطه واللي اكل القطه، وسيدنا ابو هريره اللي كان شايل دايما في جيبه قطه. فانت ممكن تفاجئ بموقف صغير خطوتين خدتهم لدرس، ده ما فيش مقارنه بقى بينه وبين القطه، انت جاي عشان ربنا سبحانه وتعالى، وتتصور انه مشوار عادي. ممكن تكون في بالك جات بعض المخاطر او بعض الافكار اللي شغله بالك، مش وقت دروس دين بقى، خلينا لما نشوف ايه اللي هيحصل في البلد، لكنك رغم ذلك مقبل. انت ما تعرفش ده كبير قد ايه عند ربنا. عشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لغدوه في سبيل الله مشوار خير من الدنيا وما فيها. فعلا مشوار في سبيل الله رايحه عشان ربنا هيديك ملك في الاخره خير من الدنيا وما فيها، وهتشوف وهنتقابل بكرة قدام ربنا اللي ما بيفوتش حاجة سبحانه وتعالى. الحاجة التانية اللي شغلة بالي جدا، أنا مش جاي أنظر سياسيا النهاردة رغم احتياج
حضراتكم ان انتوا تسمعوا، لو احنا بينا وبين بعض علاقة محبة، نفسكم تسمعوا اراء الناس اللي انتوا بتحبوهم او كده في المواقف اللي موجودة. مش عايز انظر سياسيا لهدف في بالي هقول لكم عليه في وسط الكلام، ولكن جاي في بالي موقف سيدنا ابراهيم لما اترمى في النار. كنت بسمع الشيخ الشعراوي وانا جاي في العربية، دايما بشجع حضراتكم اللي بيروح مشاوير كتير سواء سايق او راكب مواصلات لازم يكون معاه مكتبة سمعية، اما سايق في عربيته واما هو في المواصلات حاطط جهاز صغير الامبي 3 اللي ممكن يكون ب 80 او ب 50 جنيه مش عارف سعره دلوقتي، وحاطط في ودنه وبيسمع. علشان هذه الاعمار، مصر من البلاد الزحمة، وعلماء العلوم الانسانية دايما يقول لك حسب شكل بلدك تعرف تتعلم. فمثلا في اوروبا وامريكا البلاد اللي مش زحمه ممكن تطلع الصبح على كلاس في جامعه من الجامعات تدرس مثلا علوم معينه من 8 ل 10 وتطلع الساعه 10 على شغلك، لان المواصلات سهله جدا والطرق سهله، فتعرف تعمل انشطتين في اليوم، نشاطين في اليوم. احنا في مصر المشوار بيخلص اليوم عشان الدنيا زحمه في مصر، وده واقع بنحمد رب العالمين عليه وبنسعى ان احنا نحسنه. طب هنستغل بلدنا الزحمه دي ازاي؟ بمكتبه سمعيه وانت سايق وانت رايح او انت راكب في المواصلات. فانا اليومين دول بسمع تفسير القران للشيخ الشعراوي، فانا بسمعه كده جيت اتكلم على قصه سيدنا ابراهيم. ليه ربنا سبحانه وتعالى خلاهم يمسكوا خليل الرحمن سيدنا ابراهيم ويمسكوه ويبنوا نار يتحدث عنها التاريخ، ويمسكوه يحطوه في المنجنيق الاله بتاعت الرمي عامله زي المدفع كده، حاجه كده بتتشد كده وتتحط فيها طوبة ضخمة أو إنسان ويترمي عشان مش عارفين يحطوه في النار لأن النار تلتهم من حولها، ويترمي إبراهيم في النار. ليه ده كله؟ ما أنت يا رب تقدر تخفيه تخليه يهرب زي ما هم ما شافوش النبي عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة واختفى عنهم صلى الله عليه وسلم. قال لك لأن الله أراد أن يري العالم قدرته، إن إحنا نبقى في أصعب وأحلك الظروف وبقدرة ربنا يخلصنا منها. مش مثلا لو هرب نقول يا نهار ابيض لو مسكوه كان ممكن يموتوه، ساعتها ربنا يحميه ازاي؟ لا، ده مسكوه وعملوا نار عظيمة كتب التاريخ بتحكي عنها في جميع الأديان، ورموه في النار وينزل الملك سيدنا جبريل يقول له انت عايز حاجة؟ يقول له أما لك فلا، وأما إلى الله فعلمه بحالي يغنيني عن سؤاله. وكأن الله أراد أن يوصل الأمور لأصعب مراحلها ويجي التدخل الإلهي الرحيم الذي خلق النار وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وقبلها ربنا قال قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا بيكيدوا بيفكروا بيقولوا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار، قالوا وقلنا ليهم إرادة وإحنا لينا إرادة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنا حاسس أن إبراهيم ده كل إنسان طيب في الشعب المصري، كل إنسان بيفكر فعلا إزاي يكون إنسان نافع في حياته عايز يقرب لربنا، وحاسس أن في أوقات ظروف المجتمع مش بتساعده. علشان كده أنا متأكد وأقسم بالله كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية يحلف والله لننتصر، فيقولوا له قول إن شاء الله، يقول لهم طيب هقولها تحقيقا لا تعليقا. يعني ايه؟ بيقولوا والله هنكسب التتار. فقالوا له يا طب بلاش تحلف كده ما تقطعش، يعني قول ان شاء الله. قال لهم ماشي ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا. تعليقا يعني ان شاء الله هنكسب، ان شاء الله ننتصر. لا، دي معناها تعليقا معلقه بالمشيئه. تحقيقا يعني يقينا ان شاء الله هنكسب، يقينا ان شاء ربنا. طب عرفت ازاي يا شيخ الاسلام ان احنا هننتصر؟ واحنا فعلا انتصرنا في عهد الشيخ الاسلام ابن تيميه. هو ايش عرفك؟ قال لك لان ربنا وعد، قال ان تنصروا الله ينصركم. واحنا بنحاول ننصر ربنا، بننصر القيم والاخلاقيات، واغلب الشعب المصري، عايز اقول كله بس ان شاء الله يا رب يكون كله، بيدور على رفعه البلد دي. الشعوب، الشعب ده الطيب ده مالي المساجد بيدعي ومالي الاشغال بيحاول، دخل جواه شبابنا دلوقتي خلاص يا جماعه فكر التنميه وفكر ان لازم يكون ليا دور. ما بقيناش بس عمالين نمصمص شفايفنا، الحمد لله ناس كتير، وطول ما في ناس كتير كده ربنا بيرفع الامه دي. فانا بقول ربنا هينجي البلد دي.
ايا كان نوع الشخص او نوع الكيان اللي بيكيد للبلد دي، ربنا هينجيه ان شاء الله تحقيقا، لان البلد دي وصيه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ولو النبي وصى بحاجه يبقى ربنا بيوصي بيها، ومش ممكن ربنا يوصي بحاجه ويسيبها، لان العلماء قالوا ربنا في القران قال واما السائله فلا تنهر، فمش ممكن ربنا يقول لك ما تنهرش السائل وربنا ينهرنا احنا. هو قال لك ما تنهرش السائل، ملكش عندي حاجه، يبقى هو اول واحد سبحانه وتعالى ما ينهرش السائل. شوف كم مليون واحد طيب وغلبان وابن حلال في مصر بيقول يا رب البلد دي. علشان كده انا متاكد باذن الله ان احنا هنطلع من الظروف دي بعد ما وصلت لاصعب يعني درجاتها، هنطلع منها على خير باذن الله وبعون الله. وانا عايز اقول لحضراتكم حاجه يا جماعه، كل ما الدنيا يحصل فيها نوع من الازمات بتظهر الوجوه الصالحه الحقيقيه وتظهر الوجوه المفسده الحقيقيه، لان الانسان بيظهر على طبيعته وقت الازمات، وبتتقل اكتاف الرجال وقت الازمات. واذا خلقت ازمه لم تنزل ازمه من الله الا وخلق لها رجالا، ورجال يعني ناس مسؤوله كتافها تقدر تشيل، لان الله قال في كتابه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولما الصحابه صلوا اول مره بالايه دي، لان الايه دي قصتها انها لما نزلت الصحابه اتخضوا، لانها بدأ في بدايه الايه لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. كان ربنا بيقول لو فكرت في حاجه تتكتب عليك. فالصحابه اتخضوا، طب ازاي دي صعبه جدا، لو انا فكرت ان انا زعلان من واحد عايز اموته اكله باسناني، بس مش هعمل كده لله، لو فكرت فيها تتكتب عليا ان انا قاتل. فراحوا للنبي، والحديث صحيح مسلم، قالوا يا رسول الله نزلت التي لا نطيق. بصراحه صعبه قوي، يعني هنصلي ماشي بس دي صعبه، يعني هنجاهد ماشي بس فكره تيجي في بالي. ما انا كتير جدا الشيطان بيجيب لي افكار في بالي، وكتير تعدي قدامي فتن تخليني اشتهيها واسيبها لله. نزلت التي لا نطيق، فالنبي قال لا تقولوا مثلما قالت بنو اسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، وانما قولوا سمعنا واطعنا. كان الصحابه حصل صدمه كده، ايه ده اللي احنا قلناه ده؟ هو ربنا بيقول حاجه بنراجعه فيها؟ احنا اسفين، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. قال اهل العلم فنزلت ايه الرخصه. رخصه ايه؟ ان الفكره اللي تيجي في بالك ربنا مش هيحاسبك عليها خلاص، انما كان اختبار لكم حتى يروى للامه بعدكم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. وإحنا آخر مرة نعمل كده، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي مقدرتها، ما فيش محنة هتنزل إلا على قد قدرة هذا الجيل. لو إحنا كنا نقدر نشيل حرب التتار كان خلقنا أيام التتار، لو كنا نقدر نشيل أيام النبي والصحبة والتضحية بأرواحنا، لدرجة أن برة واحد بيقول لسيدنا معاوية بن أبي سفيان، بيقول له يا معاوية لو رأينا رسول الله بأعيننا لحملناه فوق الأكتاف وما تركناه يمشي على الأرض. قال يا ابن أخي لا تتمنى مشهدا غيبك الله عنه، فإن أناسا رأوا رسول الله ثم أكبهم الله على وجههم في النار. اوعى تتمنى مشهد ربنا غيبه عنك. أبو لهب كان عايش أيام النبي وما استحملش يسيب الجاه والمال ويبقى واحد من المؤمنين يقف جنب سيدنا بلال، فقال له لا تتمنى مشهدا غيبك الله عنه، فوالله لقد رأى رسول الله أناسا ثم أكبهم الله على وجوههم في النار. فأنت مخلوق في وقت تعرف تستحمله، وربنا محملنا بمحن على قد كتفنا. فبدأ الصحابة يقرأوها في الصلاة أول مرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الحديث ده صحيح مسلم، والآية في البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الرسول قال الله قد فعلت. فنزل التشريع إنك لو نسيت حاجة ربنا ما يحاسبكش عليها، ولو عملتها غلط وأنا بتكلم خبطت الإزازة دي وقعت، هذا اسمه خطأ، هذا الخطأ ربنا عز وجل ما يعذبكش عليه، أو إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، أي شيء أكبر من طاقتنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وكل دعوة ربنا يقول قد فعلت قد فعلت. فكل اللي بيحصل في البلد على قدنا. طب على قدنا إيه اللي بيحصل؟ ده بيطلع عضلات، إحنا عندنا كده
قاعدة في الجيم بتقول no pain no gain. مفيش ألم مفيش اكتساب. no pain no gain. مش هتتعب وتشيل وزن تقيل عمر ما عضلاتك هتطلع. وكذلك علمنا علماء النفس ورواد التنمية البشرية المهارات والقدرات عضلة. هذه العضلة بتطلع بحاجتين، بالمعلومة والممارسة. احنا عارفين ان لازم كل واحد يساهم في بناء البلد، بس انا شايف في مؤسسات كتيرة وجمعيات كتيرة وناس حلوة. لا مش كفاية، البلد كبيرة، البلد كبيرة، فكل شوية تحس بأزمة، الأزمة دي تشفط 10 منكم. لا أنا البلد محتاجاني، ومدخلين في عجلة بناء مصر وصية النبي عليه الصلاة والسلام، عشان لما نقابل النبي يوم القيامة ويسألنا عن وصيته، أيوة ما هو الوصية دي أنا بوصيك عشان نتحاسب بكرة قدام ربنا، عملت إيه لمصر؟ وصيتي اللي فيها قرايبي، ما هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام متجوز من عندنا وجدته من عندنا، سيدة هاجر جدة النبي أم إسماعيل، سيدنا محمد من نسل إسماعيل، تقريبا لو أنا مش غلطان يعني بينه وبين سيدنا إسماعيل 20 جد يعني تقريبا. فالسيدة هاجر جدته الكبيرة، والسيدة ماريا القبطية أو المصرية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإحنا عيلة النبي عليه الصلاة والسلام، عيلة من ناحيتين يعني. فوصى بينا، عملت إيه في مصر وهي بتقوم وبتتبني؟ علشان كده كل شوية أزمة تشد ناس، واقول لك بقى حاجه، وتطلع ناس، تطلع ناس سلبيه ما عندهاش غير الكلام بتاع البلد بتضيع، البلد بتتحرق، وتشد ناس تانية بتقول جه دوري ده وقتي. فاللي بيحصل ده يا جماعه ما هو الا قدر الله عشان يشغلك عنده، قدر الله علشان يستخدمك لنصره كل خير في هذه البلاد اللي هي في حمايه وحراسه رب العالمين جل في علاه بوصيه النبي الامين. فاحنا ما عندناش خيار غير ان احنا فقط نتفائل، ما عندناش اختيار الا ان احنا نفكر في النجاح، ما عندناش اختيار الا ان احنا نبدا نبني في هذه البلاد. اما الشخص اللي ناوي يفضل يفكر بطريقه سلبيه في البلد وشايف ان في شيء اقوى منه، ما فيش حاجه اقوى منك، انت المخلوق اللي ربنا قبل ما يخلقك قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، مصر مخلوقه عشانك. قبل ما ربنا يخلق الإنسان قال كده، والترتيب في البقرة كده، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فوضعت الأرض للأنام اللي هو بني أدمين قبل ما يتخلقوا. فمصر مخلوقة ليك أنت، لو أنت عايش هنا وهناوي تكمل هنا وناوي أنك أنت تساعد في أن البلد دي تقوم على رجليها، وهو ده الدين. أهل العلم قسموا العبادة بيننا وبين الله لثلاث أنواع من العبادات. قالوا عبادة الاصطفاء. إيه عبادة الاصطفاء دي؟ عبادة الاختيار، إنك أنت يكون بينك وبين الله حال، هذا الحال يظهر بينك وبين ربنا، اصطفاء من الله لك. شوف ربنا في القرآن بيقول على الصلاة في بيوت أذن الله أن ترفع، فدخولك بيت ربنا إذن واصطفاء من الله عز وجل وهداية، فاسمها عبادة الاصطفاء المشهورة بالعبادات الروحانية المناسك الصلاة وما شابهها مما هو بينك وبين الله، عبادة الاصطفاء. وقالوا عبادة الابتلاء، عبادة مبنية على كلها اختبارات. ايه عبادة الابتلاء؟ قال لك المعاملات مع الناس، المعاملات كلها ابتلاءات يا جماعة، كل خطوة بينك وبين انسان هو كويس ازاي تبقى انت احسن معاه. واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، الطبيعي أنك تكون أحسن أو ترد هذه التحية. معتز شيلها لو سمحت، دي قطة هنا فأنا بقول له معتز يشيلها علشان عارف لينا تجارب مع القطط مع حضراتكم. شيلها يا معتز، اشرب بريل يا معتز، اشرب بريل، اشرب بريل، هوب يلا. انت مسؤول عن الندوه يا معتز، شيل القطه، شيل القطه يا معتز، عايزين ده يبقى سلوجان السنه دي، شيل القطه يا معتز. اظن بقيت مشهور انا يعني، عملت لي خدمه كبيره. معتز ده دراعي اليمين والشمال وكل حاجه، هو المسؤول عن كل التصاوير اللي بتحصل في كل حته، فيعني اي حد بيتفرج على اي حاجه ليا في الانترنت
الراجل ده هو اللي بيطلعها. وطبعا جنب معتز في جيش من الشباب والبنات اللي انا عمال اقول هو انتوا فايقين النهارده تنظموا في الساقيه اجتماعات عشان ينظموا دخولكم وخروجكم. جات لي شكوى من اليومين دول بروح جامعات وكده، جات لي شكوى من بنت في جامعه من الجامعات قالت لي يا ريت المنظمين في الجامعه دي يكونوا زي منظمينك في الساقيه، احنا لما رحنا الجامعه قعدوا ايوه سقفوا سقفوا، يستاهلوا التسليمه بصراحه. لان لما جم الشباب والبنات يحضروا في الجامعه دي كانوا الشباب شداد عليهم قوي بيزعقوا لهم جامد وكده، فقلت يا ريت كل المنظمين زي عندك في الساقيه. فكلمه شكر وعرفان جميل للشباب والبنات اللي عايشين لخدمتكم، وهم يعني ودايما بقول لنفسي دول اولى الناس بان هم يقعدوا يسمعوا. لكن في كما قال ابن عطاء الله قوم اختصهم الله بمحبته وقوم اختصهم الله بخدمته. في ناس خدوا الحب وفي ناس خدوا الحب والخدمه. يعني شوف انا بحبك بس انت انا بحبك وانت كمان بتخدمني، يعني انا بحبك لانك كمان نافع، مش بس حب كده لان ربنا بيحب الناس كلها، لكن بحبك وانت في رحابي في حضرتي، انت اللي بتفتح الابواب للعباد يبقوا معايا، انا جليس من ذكرني. فشكرا لكل الشباب والبنات المنظمين، انتوا اللي جعلتوا هؤلاء الوجوه الحلوه دي جلساء الرحمن جل في علاه. فاللهم صل على سيدنا محمد. قبل القطه كان في اخر كلمه قلتها زي في الفصل، نعم عباده الاصطفاء، وهذه العباده الاصل ان هي بتهذب نفس الانسان. عشان كده ربنا قال واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. فانت ربنا اصطفاك ليه؟ اصطفاك عشان تقف معاه. فلما تقف مع رب العالمين بين ايديه يقذف فيك من نوره، يديك من صفاته. عشان كده حد فاكر دعاء الذهاب للمسجد؟ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا، لدرجة ان النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وفي بشري في بشرتي عايز من نورك. ايه علاقة النور بالمسجد؟ ايه علاقة النور بالصلاة؟ انك انت بتقف مع ربنا فبتبقى في مواجهة الانوار الالهية. فربنا عز وجل بيهذبك بالوقفة دي، زي بالظبط العلماء علمونا ان من جالس جانس. يعني ايه من جالس جانس؟ لما تسافر تقعد في اوروبا 30 سنة نرجع لقيك منظم قوي والاكسنت بتاعت الانجليزي بتاعتك اتظبطت قوي، وبعدين بقت مهتم قوي بالمرور، اللي هو انت جانست. لما جالست النظام اللي هو الاوروبي والامريكي بقيت منظم زيهم. من جالس جانس، واللي يقعد جنب ناس اخلاقها حلوه تلاقيه بقى رقيق كده في نفسه قوي، واللي يصحب النبي يبقى الصحابي الفلاني. من جالس جانس، واللي يقابل ربنا يطلع من الصلاه لو كان فاهم المعنى ده. اشكاليه فينا يا جماعه ساعات بنخش مش فاهمين ان انا رايح اشرب من الانوار الالهيه والاخلاق الربانيه. فاطلع بقى زي ما ربنا كريم ورحيم ولطيف وقوي وعظيم وجميل، اطلع انا كمان عمال كده بوري الناس من الاخلاق الجميله دي على قد ما اقدر. فهذه عباده الاصطفاء تؤدي بيك انك تنجح في عباده الابتلاء. عشان كده راجع عباداتك لو اخلاقك وحشه، راجع صلواتك ممكن تكون ما بتصليش اصلا او في اشكاليه في روحانيات الصلاه، لان الله عز وجل لم يريد منك قوالب أو أجسام خاضعة. ربنا مش عايز منك جسم واقف كده. قالوا أن الله لا يريد قوالب خاضعة، إنما أراد قلوبا قانعة. مش قوالب خاضعة، ما تقفش كده بس، أنت تقف كده عشان قلبك هو اللي واقف كده. بيسميها العلماء سجود القلب، إن أنا قلبي ساجد قبل جسمي. أنا جسمي واقف مؤدب، مش بمثل، أنا مؤدب لأن قلبي اصلا ساجد. طب لو انا مش حاسس؟ قال لك طب ابداها الاول. طيب خلاص، لو انت مش حاسس بقلبك ابداها بتمثيل الجسد عشان القلب يجي بعد كده، بس ما تطلعش بره التمثيليه دي بره. يعني ما تمثلهاش في الصلاه، والنبي قال ان لم تبكوا فتباكوا. لو مش عارف تبكي
اعمل اكنك خاشع بينك وبين ربنا. ده مش تمثيل، ربنا عارف انت بتحاول، بس كمل مع الناس كده، ما تطلعش بره هذا الاجتهاد انك تبقى خاشع مع الخلق، فما تبقاش وش مع ربنا وش مع الناس تاني خالص. عشان كده هذه العبادة، عبادة الاصطفاء، تؤدي الى النجاح في عبادة الابتلاء. ازاي تبقى احسن من اللي كويس معاك؟ العلماء، الامام الغزالي في احياء علوم الدين عرف حسن الخلق، قال هو احتمال الاذى. ابتلاء، ابتلاء انك انت وانت واقف في الاتوبيس تقعد الراجل الكبير، سهله بعملها. انك تقعد الست الكبيره، سهله بعملها. انك تقعد بنت في سنك، هموت واعملها مثلا يعني. انك تقعد بقى، طب استنى، انك تقعد شاب زيك، يعني كرسي فضي واحنا الاثنين واقفين، عارف الخباثه اللي بتبقى جواك وانت عمال تظبط ازاي اول ما يقوم الراجل، هقوم انا ايه، عارف انت بيسموها البوز بيز، بيسموها كده. ايه البوز بيز؟ طلع بوز رجليك كده بطريقه معينه، او بوز العربيه لو انت عايز تاكل، بيسموها البوز، قاعده البوز يعني، البوز بيز. ف يعني الاختبار الحقيقي والابتلاء الحقيقي انك تقعد شاب بقى قدك، او تقعدي بنت قدك، هو ده بقى الايثار الحقيقي. كل اللي فات ايثار طبعا طبعا، لكن ده بقى الحقيقي بجد يعني. فقالوا الاصطفاء تؤدي الى النجاح في عباده الابتلاء، تؤدي الى الحياه في عباده الانبياء. اصطفاء، ابتلاء، انبياء. ايه هي عباده الانبياء؟ قالها في سورة أظن هود، وأظن سيدنا شعيب قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. إن أريد إلا الإصلاح، أنا جاي هنا في الدنيا دي، ربنا ما خلقنيش في الجنة الكاملة، خلقني في الأرض الناقصة اللي هتكمل بيا. هذه الأرض ربنا خلقها بطبيعة ما تكملش إلا بحلاوتك أنت وجمالك وإيدك في الأرض دي. فأنا يا جماعة بنقل لكم مشاعري، انا خلاص مش ناوي اقعد اضرب كف بكف وارتبك في الاحداث السياسيه، وابدا يبقى عندي قلق من اللي هيحصل في البلد. انا بذاكر سياسه كويس، مش لاني هحط تخصصي في السياسه، انا لا اشعر ان هذا مكاني، ولا اشعر اطلاقا اني خلقت من اجل ان انا اكون ليا ايد في السياسه، لكني هشارك في السياسه زي مشاركه اي مواطن. اوعى تفتكر انك انت لو ما بتصلحش وما بتنصحش وما بتذاكر وانت بتذاكر وانت بتشتغل، دي مشاركه سياسيه بيسموها غير مباشره. يعني ايه غير مباشره؟ احنا لما رحنا في قريه النزله علشان ندخل ميه فيها زي ما حضراتكم سمعتوا او شفتوا، دي مشاركه في بناء البلد اقتصاديا وسياسيا وكل حاجه. لكن انت لما تاكل وتشرب الناس دي، هيبدا هؤلاء الناس يبقى عندهم الكرامة والعزة اللي تخليهم يهتموا انه يروح يصوت ويدي رأيه. فتبدأ الانتخابات تبقى بالنزاهة الكاملة لما هؤلاء الناس يشعروا فعلا بحب البلد. وانا لا اتهمهم، استغفر الله، بسحب كلامي لو كان غير معبر، بس اقصد اقول في ناس كتير ملايين مش حاسين بالثورة، لانه في جوع جوع جوع، عطش عطش عطش، مش حاسس بأي شيء من التعبيرات النخبوية اللي بتستخدم في التوك شوز وتنمية البلد ونهضة البلد وهذا الكلام اللي ممكن نكون احنا نفسنا ان احنا نشارك فيه. هو مش حاسس، هو بعيد، هو ما خدش باله من التحرير ولا خد باله من اي حاجة، لانه مهموم جدا انه يشرب النهاردة او ياكل النهاردة. فاذا كان ارسطو فيلسوف المشهور بيقول انت لو ما شاركتش في السياسة ما تقولش بكرة وتندم لو جالك حاكم طاغية، مش كلنا بنفهم في السياسة، ومش كلنا هنعمل أحزاب سياسية، وممكن تكون دي مش طموحاتنا. وأنا عن نفسي ممكن يكون حاسس أن أنا ممكن يكون دوري في الدعوة إلى الله، أو دوري في عمليات إصلاحية تنموية، ممكن حاسس أن أنا أنفع في حاجة زي كده، أقدر أقدم حاجة لو ربنا فتح الباب. بس دي في حد ذاتها أنت مش بتتراجع، أنت بتشارك بالطريقة الأنسب ليك واللي انت حاسس انها ارحم لقلبك وانسب لقلبك. فلازم يكون ليك مشاركه، لازم يكون ليك بصمه في الاحداث اللي بتحصل في البلد دي. هذه المشاركه، عشان كده زي ما قلت لحضراتكم، مش هقعد بقى ايه بيسموها لطم الخدود وشق الجيوب حسر على البلد، لان انا بكره ربنا مش هيقول لي رايك ايه في الحكومه، ولا بكره ربنا هيقول لي انت كان ايه رايك في قرارات الرئيس،
مع اني انا كمواطن مذاكر كويس قوي وعندي قرار وعندي رؤية واضحة جدا كمواطن، مش كشخص مسموع في الاعلام او مسموع دلوقتي في الميكروفون قدامكم، عندي رأي واضح حاسم في رأيي في قرارات الرئيس او رأيي في اداء الحكومة، وعارف هنتخب مين في الانتخابات اللي جاية، لكن كمواطن اقولها لك كصديق، لكن ما عدش انظر في البرامج وما عدش انظر على الناس، وده مش تخصصي، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فانا بذاكر علشان انا لازم يكون ليا مشاركة، لكن بضل الناس لو عملت فيها سياسي وقلت رأيي وده مش تخصصي. عندنا ناس قطعوا أعمار في دراسة الحالة السياسية وأعمار في دراسة شرع ربنا، فعملوا حاجة اسمها السياسة الشرعية، وموجود منهم كتير في بلادنا، هم اللي من حقهم يتكلموا. فاحنا خدنا قرار نحط ايدينا في تنمية البلد، لأن ربنا يوم القيامة هيوقفني قدامه، وسيدنا محمد كشف لنا بعض الغيب بإذن من رب العالمين عشان يقول لك جهز نفسك، أنا ما قصرتش في حقك. لا يأتي أحدكم يوم القيامة بالدنيا على ظهره، عاش لنفسه لدنيته، ثم يقول يا محمد أغثني، أقول قد بلغت. بتقول لي أغثني دلوقتي، أنا بلغت، أنت ما كنتش فارق معاك يوم زي ده. فقال صلى الله عليه وسلم، يقول الله يوم القيامة، والحديث البخاري، عبدي مرضت فلم تعدني. بص انا عارف ان انت حافظ، استنى بس تدبر فيما تحفظ تطلع بمعاني جديده. مرضت، انا عييت يا عبدي. تصور انسان يوم القيامه جاي والملائكه بقى واقفين، والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه، والجنه ريحتها ترد الروح، والنار تكاد تميز من الغيظ، والبشر بالمليارات، وتسمع فلان ابن فلان هلم للعرض على الجبار، موقف صعب، واللي مش قادر يتحرك تشدوا الملائكة وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. واقف قدام ربنا ليس بينك وبينه ترجمان، فربنا يقول لك عبدي أنا في يوم من الأيام عييت وانت ما جيتش تزورني. فالعبد زي ما انت كده تقول لي، زي ما واحد باصص لي، في حد يقول على ربنا بيعيا؟ هو اللي ربنا اللي قال كده، مرضته فلم تعدني. فالعبد قال له يعني رب، انا عارف يعني ايه رب، في رب بيعيا، كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان. طب انت يا رب بتقول لي لما هو اللي مرض ليه قلت على نفسك انت اللي مرضت؟ لما هو واحد تاني اللي عي، شوف قد ايه لما انت ولله المثل الاعلى. لو مولك بص موضوعك ده موضوعي انا، ماكش دعوه، انا هتكلم بالنيابه عنك، اقعد انت واروح انا اخلص لك موضوعك، قد ايه انت غالي عليا لما انا اتصدر لك في حاجتك. مرضت فلم تعودني، قال كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان، اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده؟ قال عبدي استطعمتك فلم تطعمني. قلت لك اكلني، استطعمتك فلم تطعمني. قال له ازاي؟ مش انت يا رب في القران قلت وهو يطعم ولا يطعم، سوره ياسين، كيف اطعمك وانت رب العالمين؟ قال استطعمك عبدي فلان، اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي؟ عبدي استسقيتك، استسقيتك فلم تسقني، فلم تسقني. قال له يا رب ازاي بس، كيف اسقيك وانت رب العالمين؟ من دهشه العبد، عارف لما ربنا بيساله لسه ما فهمش من كتر دهشته، ازاي ربنا يقول على نفسه طلبت منك اشرب؟ استسقيتك، والسين تدخل على الفعل تفيد الطلب، استغفر اي اطلب المغفره، استسقيتك اي اطلب السقيا، استسقيتك فلم تسقني. قال كيف اسقيك وانت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان، اما علمت انك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. انت عارف الصوره، الولد ده وهو واقف يقول نفسي في كوبايه ميه، ده مش بيمثل، دي حقيقة. العيال بتعطش، العيال صفرة هناك في قرية النزلة، العيال فجأة ممكن تحس انه اتقلب عبد، بيشحت المية، بيشحت المية. وانت عارف لما الانسان بيكون، انت عارف ان احنا عندنا قاعدة في الفقه انك انت لو ما عندكش مية تتيمم، معروفة
بس خش في فروع الفقه كده، قال لك طب لو انا ما عنديش ميه بس جاري عنده ميه، قال لك اذا رايت نفسك في ذل من الطلب، لان احنا عندنا في الفقه لو انت ما فيش ميه في بيتك بس تحت مثلا في الجامع في ميه ما ينفعش تتيمم، لان المياه في حيز الطلب. يعني انا ساكن في مدينه نصر ما فيش ميه بس في ميه في رمسيس، لا دي بعيده قوي. لكن لو جاري اللي تحت عنده ميه، قال لك لا يجوز عند الفقهاء تتيمم. طب ينفع لو جاري عنده ميه انزل اطلب منه ولا اتيمم؟ قالوا اذا وضعت نفسك في حيز الذل فتيمم. من رخص التيمم انك انت لو خبطت على الباب قال لك نعم، لو حسيت ان هو بيقول لك نعم عايز ايه كده وهو زهقان منك كده ما تتوضاش، سقط عنك الوضوء. لو فتح لك الباب وانت حاسس انه متأزم ما تتوضاش، يعني يا رب لغيت حكم الوضوء علشان انت ما تتذلش، لان ربنا عارف يعلم سبحانه وتعالى مدى احتياج الانسان للميه. مش هقول لك للشرب بس، ده بيقولها في الوضوء، ما بالك الشرب. فالست بتقول وهتشوفوا بعد شويه، الست عندها ترومبه تقفلها وتفتحها، زهقانه من كتر الناس اللي عايزه تشرب ميه. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم الله على كلام النبي، الله على كلام النبي، قال كما في البخاري الساعي على الأرملة والمسكين كالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر، لا يفطر. الساعي على الأرملة والمسكين معناها ايه؟ مين الأرملة؟ هي اللي فقدت الراجل اللي بيصرف عليها، جوزها مات، اي فقدت مورد الرزق، فصار ما عندهاش أساسيات الحياة بسبب أن الراجل القائم على البيت مات. فاللي بيسعى أنه يكرمها وما تبقاش مذلولة، ده أكنه واقف عمال بيصلي ما بينامش. هو عاش 70 سنة، بقاله 70 سنة بيصلي. كالقائم لا يفطر، يعني ما زهقش أو ما تعبش. والصائم لا يفطر، شوف أنت النهاردة صمت يوم ولا رمضان 30 يوم، أنت 60 سنة ولا 70 سنة صايم. الساعي على الأرملة والمسكين، قال أهل العلم ما معنى كلمة مسكين؟ قالوا المسكنة هي ذل النفس من أجل الاحتياج، مذلول عشان محتاج. فالساعي على هؤلاء الناس اللي محتاجين وبيستعبدوا علشان المية، ده إنسان. وأنا عارف إن إحنا كتير مننا، مش ببرأ نفسي، كتير مننا مقصرين في العبادة وربنا حلها لك. ياللي مش خاشع في الصلاة، أو ياللي بتأخر، أو يا كل واحد عدى عليه سنين من بعد سن البلوغ لغاية دلوقتي عنده 25 سنة، والله ما فاكر أنا في تانية ثانوي كنت بصلي ولا لأ، والله ما فاكر أنا في تانية ثانوي ولا في تالتة ثانوي، فاتني المغرب بتاع يوم الأربع اللي في الأسبوع الرابع، وكل ده مكتوب لأن أحصاه الله ونسوه. كل ده إن شاء الله يكفروا التوبة بإذن الله. بس أنا عايز أروح عند ربنا، كنت عمال أصلي ما نمتش ولا تعبت، اسعى على الغلابة دول. فاسمحوا لي أعرض على حضراتكم الفيلم الصغير ده، وبعدين هقول لكم على حاجة لذيذة قوي، واللي شاف الفيلم يشوفه بعين تانية، عين الشاكر قبل ما تشغلوا الفيلم، الشاكر على نعمة. أنا أسألكم سؤال، أنا والله ما أعرف آخر مرة حمدت ربنا على الحمام اللي في بيتي امتى، او حمدت ربنا على الميه النظيفه اللي بستحمى بيها وبتوضى بيها وبشرب، والله ما فاكر فعلا، لاني اصبح حق مكتسب. يعني ايه حق مكتسب؟ يعني اتعودت عليه، ربنا مدينا ميه نظيفه ميه نظيفه ميه نظيفه، فنسيت اشكره. فلما تتاخد النعمه والميه تتقطع في الفتره اللي فاتت، ادرك الانسان حجم النعمه. الناس دي اصلا ما عندهاش الاوبشن ده، ما عندهاش الاختيار ده، ما يعرفش عليه ما نظيفة، مش موجودة. فتفرج بعين الشاكر لنعمة ربنا، لإن شكرتم لأزيدنكم، واللي ما شافش يشوف بلده القريبة منه محتاجة إيه. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. شكرا. الله ما عارفين بتلاش.
ده انا ماشي في الشارع بعمل لكم اي لغايه ما الصوت يجي، ودي ميه ودي ميه برضو. وجعلنا من الماء كل شيء حي. يا كريم يا رب، دي حنفية. ودعم عبد الله الله. الحمد لله رب العالمين. تعرف لغاية ما أصحابنا يشغلوا الصوت بتاع الفيلم، لما رحت عند الشباب في قرية النزلة، أنا بحب العيال جدا، وسر تعلقي بالأطفال إن ربنا خلقني كده. وبس أنا عشان درست، اللي بيدرس ويشوف الأطفال قدامه ويتعامل معاهم ويشوف المحن اللي بيعدوا فيها وهم صغيرين وبراءتهم، تعلق بيهم جدا جدا يعني. فلما رحت شفت الأولاد، لما تخلف إن شاء الله تكبر وتتجوز وتخلف، لما تتجوز وتخلف أنت كبير، لما تتجوز وتخلف أي طفل هتشوفه هتبص ليه أكنه ابنك، يعني هتفتكر وش ابنك أو وش بنتك. فلما شفت الأولاد أنا عارف يعني إيه طفل بشرته، لأن أنا عندي عيال. فإمتى ابني ما بياكلش كويس فيطلع له بقع بيضة؟ إمتى ابني يبقى ناقص كالسيوم فمش عارف يبقى في ضوافره إيه؟ بحكم إن أنا أب. العيال صفرة يا جماعة، العيال دبلانة. وأنا ماشي بعد ما لعبت معاهم كورة شوية وهزرنا شوية وأنا حافظ شوية ألعاب كده من أيام ما كنت بدرس، لأن في التدريس للمراحل السنية الصغيرة المفروض التدريس يكون من خلال المتعة، يعني يغلب على التدريس المتعة ومن جوه المتعة تحط المعنى التربوي. فاتعلمنا ألعاب معينة تلعبها للأولاد، ولما تلعب الأولاد تديهم قيم من جوه الألعاب دي. فبلعب الأولاد، العيال فرحانة قوي، فرحانة إن في بهوات، أصل إحنا هناك شكلنا بهوات، فرحانة إن في بهوات مهتمين بيهم مبدئيا يعني، فرحانة إن في ناس داخلين بعربيات وبيهزروا معاهم، ومش بس هم شغالين عندنا. عارف عارف الإحساس ده؟ حد جبر بخاطري، جبنا كرة ولعبنا، قسمنا كده فرق وبنشوط لبعض وبنهزر مع بعض، كل ده ماشي عدى. وأنا ماشي العيال بتقولي أنت راجع تاني بجد؟ يعني أنت مش جاي تعمل شو إعلامي وحركات كده إن أنت قال يعني بقى ليك ده مجتمع ومش عارف إيه أنت فعلا جاي تاني؟ دي أصعب حاجة أنا عصرتها في الفيلم ده. أصعب حاجة نظرة، طبعا الستات والرجالة العواجيز كأنهم عندهم حالة من الزعل كده، هو أنتوا فعلا يعني بتوع التلفزيون أنتوا جايين تاني ولا لأ؟ بس العيال عمو أنت جاي تاني ولا مش جاي تاني يا عمو؟ هنستناك يا عمو، هنلعب كورة. كأن الولد كأنك حسسته بالأمل في ربنا لما أنت جبرت بخاطره. فعايز أقول أنا فعلا جاي بمد إيدي عشان المشروع ده، جاي بمد إيدي كده إيدي السائل لكل واحد، وبطلب منكم تبقوا انتوا رسل نهر الخير. انتوا شفتوا تابعتوا في الاعلام، واللي ما تابعش ده مشروع عشان ندخل مبدئيا لألف بيت. طبعا ألف بيت يعني آلاف الناس يا جماعة. الست ساقت الكلب ربنا دخلها الجنة، والله العظيم الست الوحشة اللي أخلاقها مش كويسة، انت بتتكلم في اجيال بتتعاقب على البيت. تخش البيت الجد والجده والاب والام واربع خمس ست سبع ثمان عيال جوه، واللي ما عندوش ميه نظيفه ما عندوش صرف صحي. انت ممكن تكون شفت او ما شفتش، بعضنا ساكن في اماكن شعبيه فعارف يعني ايه ترانش. الترانش ده على العربيه الكبيره اللي ريحتها وحشه قوي، اللي بتيجي تشد ساعات بتشد كذا حاجه، اما في حفره بتشفط منها التواليت بتاع البني ادمين، معلش انا اسف يعني لا حياء في الحاجات دي، او تشيل البرميل اللي الاسره كلها تعمل فيه تواليت، لان مفيش صرف صحي، مفيش ميه، مفيش مواسير ومجاري والكلام ده.
فالأب والأم والجد والجدة والبنات صغيرين أو كبار والشباب صغيرين أو كبار، هو الحمام البرميل اللي كلهم أعزكم الله يعني ده حالهم. ومن ثم يعني لما تخش المية نظيفة أنت بتعتق ناس، بتعتقها من حياة صعبة جدا. لما يبقى جاهز قولي جاهزين. طيب اتفرجوا شوية يا جماعة على الفيلم كده وبعدين هكمل مع حضراتكم كلام. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. الله تملاها من اخر الدنيا يعني. مش على راسك انت. اعمل ايه؟
المايه دي ممكن تسي زرع او تشرب حيوان، لكنها لا تليق ابدا بكرامه الانسان. الانسان اللي على مر العصور كان بيختار مكان المايه النظيفه ويبني بيته حواليها، وتبدا التجمعات السكنيه حوالين المايه الصالحه للشرب. وهنا الخلق اللي يأمين الناس مش لاقيين مايه نظيفه يشربوها، ولو عايز يشرب مايه نظيفه بيمشي بعيد قوي عشان يشيل جركن المايه الثقيل قوي. أنا ما أرضاش الكلام ده لنفسي ولا لأبويا ولا لأمي ولا لمراتي ولا لأولادي ولا لأختي ولا لكلامي. عايز أقول لكم على معلومة، لما بتقرأ في أبحاث الأطباء عن المية اللي مش نظيفة بتعمل إيه؟ بتجيب أسوأ أمراض الدنيا، الكوليرا. كلنا بنخاف من المرض ده. أكتر نسبة فشل كلوي في الدنيا هنا بسبب المية اللي مش نظيفة. بنضرب بالفرق تعبانين، من عالم المية تعبانين خالص. إحنا بنعفنا بتاكل الصفر ولا بتاكل إيه؟ احنا بنغير الموارد من اول ميت. اهم حاجه يشتغل الميه. هنا الناس تعبانه. كان واحد عامل يعني في محتاج تعليم بدخل الموارد. اعمل ايه؟ انا يعني عندنا ممنوع على نص اثنين فبقاش معايا نص اثنين. والله انت تعبان يا مدفع يا عيب عليك. اضربها. مطلوب مننا ايه؟ عد معايا رقم واحد. وانت بتسمعني دلوقتي هتبعت رسالة من تليفونك على رقم 95 95 مكتوب فيها حرف نون بالعربي أو حرف إن بالإنجليزي. لما تبعت الرسالة دي أنت وغيرك هيوصلنا بإذن الله ربحها، ودي هيخش المية لآلاف الأسر. رقم اتنين، وأنت بتتفرج عليا هتشوف على الشاشة دلوقتي رقم حساب جمعية بداية البنك. روح اتبرع في البنك بأي مبلغ كان كتير أو قليل، ولو رحتش البنك اتصل بجمعية بداية أرقامهم ظاهرة قدامك دلوقتي. هنبعت حد ياخد منك الفلوس لغايه منك. حاجه كمان مهمه جدا، الشباب والبنات اللي عملوا فرق عمار الارض في المدارس وفي الشوارع وفي الجامعات وفي الشغل، اعمل صندوق باسم الله الخير لم فيه فلوس طول فتره الحمله، وكلم جمعيه بدايه هيبعت لك حد ياخده الصندوق او ياخد الفلوس اللي كانت في الصندوق ده. وتعالى ننتقل للانترنت، عندكم بوستر موجود على الفيسبوك وعلى الموقع عندنا على مصطفى.com. خش البوستر ده بتاع الحمله في كل التفاصيل. عايز تعمل مليون شير يا جماعه. ليه مليون شير؟ عشان نضمن ان مش مصر بس اللي تشوف البوستر ده، ان الامه كلها، العالم كله يشوف البوستر ده، عشان كل واحد من مصر او من بره مصر يقدر يساعد. يلا عشان الميه تجري في عروق البني ادمين ومعاها تجري الحسنات. عايزين نعمل مليون شير للبوستر ده والفيديو اللي انتم شايفينه لما ينزل قدامكم على الفيسبوك وعلى الموقع، عشان انا امن في وقتنا كبير. انا الف ورا الف ورا الف لغايه ما مصر كلها يكون فيها ميه نظيفه، ابسط احتياجات الانسان. يلا خلينا والله باذن الله وبعون الله الارض دي والقريه دي هيجي فيها الميه. هتيجي الميه بسيطة سوا شكرا شكرا يا شباب. اللهم صل على سيدنا محمد. اشكركم ان حضراتكم اتفرجتوا على الفيلم، شكرا على وقتكم. زي ما طلبت من حضراتكم احنا مش هنعرف نشتغل لوحدنا، انتوا رسل نهر الخير اللي قادر يتبرع بفلوس. قال صلى الله عليه وآله وسلم من كتر خيرك قبل الله، قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجد ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص قطاع زي بيت طائر صغير قوي، اللي يبني لربنا مسجد قد بيت الطائر ده. هو أصلا ما فيش مسجد قد بيت الطائر ده، لكن قال لك اللي يحط مليم في المسجد كأنه حط زلطة حطت مع الاسمنت واتطحنت كده واتبنى المسجد ده، اللي يحط الزلطه دي قد كده كانه بنى المسجد. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنه. اللي هيساهم بجنيه، اوعى تفتكر ان الجنيه ده هيتوه وسط الالاف او الملايين اللي محتاجينها عشان صعيد مصر. الجنيه ده ربنا شافه، الجنيه ده ربنا عارفه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ربنا مش محتاج حد ولا آلة حاسبة تساعده علشان يحسب لك عدد حسناتك الصغيرة وعدد حسناتك الكبيرة، وكفى بنا حاسبين. وإن كان مثقال حبة من خردل، قال أهل التفسير الجرام في من 2000 ل 6000 حبة خردل. حبة الخردل دي حاجة ما تتشافش، عشان كده ربنا قبل ما تكتشف الذرة من 1400 سنة أيام سيدنا محمد قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. جه بعد كده العلم الحديث والميكروسكوبات، بص كده وطلع وحدة تكوين الأشياء ألا وهي الذرة، ومن ثم تستصغرش. طب بلاش، معيش فلوس أو معايا فلوس وحطيت، أكمل إزاي؟ قال صلى الله عليه وسلم، وكأنه بيطبطب على كل واحد بيشجعه بيقول له خليك معانا على طول، ما تشاركش وتسكت، كمل. قال الدال على الخير كفاعله. يعني أنت، أنا النهاردة راجل غني أقدر أحط 10,000 جنيه في المشروع، وأنت راجل حطيت 5 جنيه في الرسالة بتاعتك، رحت لي وقلت لي يا بابا لو كنت أنا أبوك، ولا يا فلان جارنا، ولا قعدت تمد ايدك زي الناس الصالحين. انا اتعلمت مد الايد ده من واحد من العرف يقول لي انا بحب اشحت للغلابه، انا اكبر شحات للغلابه، بيقول على نفسه كده هو مليونير، استاذ نيازي صاحب بنك الطعام دايما كان يقول لي الكلمه دي، يقول لي انا الف اشحت للغلابه. وهو ايه اللي يعني عليه بايه؟ يعني الراجل ما شاء الله ربنا موسع عليه، لكن رمى في قلبه الحنيه على الخلق. فانت تروح تلف على اصحابك بالصندوق يا جماعه اللي حط جنيه اتنين، لغايه ما تفاجئ برقم كبير. الدال على الخير كفاعله، مش انت اللي طلعت الالف جنيه دي، بس انت دليت، فانت كاف، كاف التشبيه كفاعله. فيلا يلا نسمي الله، ويلا نقدم بهذا العمل يوم القيامه بين يدي الله، ونقول له يا رب انت علمتنا اذا اردتم رحمتي فارحموا خلقي، انت علمتنا ما خلق الله على ظهر الارض أحب إليه من عتاق، من العتق إنك تعتق عبد. والناس دول كتير قوي بيستعبدوا عشان يجيبوا المية النظيفة، عشان أبسط احتياجاتهم كبني أدمين. أنت يا رب، يا رب اللي علمتنا إن إنما أرحم من عبادي الرحماء، إنما أو إنما يرحم من هؤلاء الناس الرحماء. فكل ما إنسان يكون جوه قلبه ذرات الرحمة أكتر، كل ما يستجلب رحمة رب العالمين. وأختم مع حضراتكم مدة إيدي لهؤلاء الناس بكلمة. بصوا يا جماعة، صلوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. آخر حاجة قبل ما أستقبل أسئلة حضراتكم، بصوا يا جماعة، في شيء هو من أعظم نجاحات الإنسان، الشيء ده سماه أهل العلم في الكتب اسمه الخروج من البشرية. الإنسان ربنا عز وجل خلقه ما بين الملك والحيوان، معلومات دي جميلة جدا، خلقه ما بين الملك والحيوان. الملك مخلوق من نور ليس عنده شهوات، يطيع ربنا ولا يعصي. والحيوان مخلوق زينا كده لحم وشحم يعني ودم، وعايش من أجل الشهوات، شهوة البطن والفرج، علاقة الذكر بالأنثى والأكل والبقاء للأقوى، عالم الحيوان. فالإنسان ما بين النورانية وما بين الحيوانية، مركب فيه الروحانيات وطاعة ربنا والسمو الأخلاقي، ومركب فيه الشهوات اللي بيسموها الشهوات الطينية عشان هو مخلوق من طين، شهوات تبع جسده. وكل ما الإنسان ارتقى بهذه الشهوات الطينية خرج من بشريته. فكل ما كان حبك حلال خرجت من بشرية الحب اللي مبني على اللذة والشهوة للحب المبني على اللذة والشهوة اللي ترضي رب العالمين. كل ما كان ما عندكش جشع، إن الإنسان خلق هلوعة. عارف يعني إيه هلوعة؟ يعني فجأة حد حط 50 جنيه فكله جري في هلع على الفلوس دي، أو الفلوس اللي موجودة في الدنيا كده في هلع عشان ناخد وننتش من بعض الأرزاق المقدرة أصلا. إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة، الآن وتوتر من أي حدث سلبي جزوعة، وإذا مسه الخير منوعة، بيمنع الخير عن غيره، عايز كل حاجة لنفسه إلا المصلين. فكل ما خرجت من حب المسك
وجمع فاوعى. يعني ايه وجمع فاوعى؟ عمال اجمع واحط في وعاء، اجمع واحط في وعاء، عشاني انا كل ما خرجت من ده كل ما تخلصت من اسباب الهموم. ما هي اسباب الهموم؟ السعي على الرغبات. هو انا بشيل هم ليه؟ لاني بسعى على رغبه وما جاتش انا زعلان، وبسعى على رغبه وما نفعتش انا زعلان. لكن لما ادرك ان هذه الرغبات بيد الرحمن وامرني الا اسعى الى رضاه في الرغبات دي، ولو حاجه راحت مني يبقى بقدر رب العالمين، ولو طلب هو مني حاجه. واسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال اهل العلم، ما معنى القرض؟ انك بتسلف ربنا، ده معناه ان ربنا هيردها. تسلف ربنا بقى هرد. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا واعظم اجرا واعظم اجرا. فانت بتسلف ربنا قرض. طب يعني ايه قرض حسن؟ القرض الحسن هو انك تسلف ربنا بطيب نفس واقبال، ما تحسش انك بتمن على الفقير، ان ده حقه في مالك، لانه كما قال سيدنا علي: ما افتقر فقير الا ببخل غني. طب يعني ايه غني يا سيدنا علي؟ يعني واحد مش محتاج للناس، مستغني عن الناس، اللي هو احنا يعني، احنا. فربنا يقدرنا ان احنا نكون رسل لنهر الخير. وباذن الله، بصوا يا جماعه، كل مشروع بينجح في مصر او في اي مكان في الدنيا بيدي ضوء امل ان احنا فينا خير، وان باذن الله الدنيا دي هتقوم والبلد هتتحسن، وهنسلم بلدنا لجيلنا والجيل اللي جاي قايمه على رجليها، مش تعبانه منهكه بتحبي من كتر ما هي اتاذت. فانا ان شاء الله املي في رب العالمين كبير، ثم في حضراتكم، في قلوبكم الرحيمه، ان احنا ننجح المشروع ده، ومعاها ننجح في التخلص من البشريه اللي بتستعبدنا. عشان كده ما تستغربش ان بيل جيتس اراد ان يتخلص من بشريته، فطلع نص المليارات، مئات المليارات بيل جيتس طلع نصها علشان حاسس بمتعه العطاء. اللي بيتابع منكم الممثلين الكبار اللي في العالم، مغنيين الكبار اللي في العالم، طب انتم، ودي حقيقه يعني، انتم عندكم كل حاجه، عندك الفلوس وعندك الشهره وعندك، بتبقى ماشي في الشارع ناس هتموت عليك، انت ايه اللي ناقصك من متع الدنيا والشعور باهتمام الخلق وفتح الابواب المغلقه وكل حاجه انت الاضواء مسلطه عليك؟ ليه يعني تنزل في افريقيا اوبرا وينفري ولا بعض الممثلات التانيين والممثلين المشهورين المليارديرات او المليونيرات، رايح ليه في افريقيا في وسط الطين والبهدله تصرف على الغلابه؟ لان في متعه للعطاء. هو بيتخلص من شيء بيستعبده اسمه رغباتي. عشان كده الامام الشافعي يقول: الغنى عن الشيء لا به. يعني ايه؟ لو انا محتاج للميه دي قوي بقت معايا انا مش غني، الغني اللي يستغنى عنها، مش محتاج لحاجه. فانت لما تستغنى عن سيطره الرغبات، مش الرغبات، لازم يفضل عندك رغبات، لان ربنا ركب فيك الرغبات عشان تعرف تعمر الارض. انا عايز يبقى معايا فلوس، مش هشتغل وقتها يتقل عشان يكون معايا فلوس، فالرغبه دي لازم تفضل جواك. لكن لما يبقى معاك فلوس ما تسيطرش عليك سحر الدنيا، ما تسيطرش عليك، تطلع منها حق، وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، ما يسيطرش عليا. نفسي احب واتحب. عشان كده اللي مش متجوز بيدور على العلاقه الزوجيه الجميله اللي كلها حب، لكن لما اتزوج ما اسرعش عشان اتجوز، فيبقى البيت سبب في بعدي عن ربنا. فربنا يقدرنا يا رب ان احنا نكون رسل عنده للخير، ورسل عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بنكمل دعوته اللي كلها رحمه ونوصلها للعالمين. ربنا يتقبل منكم ان شاء الله. يعني عارف ان ايدي مش هترجع فاضيه، مش هترجع فاضيه من ايد كل انسان كريم فيكم، وشرف ليا يا رب انك تخليني اطلب وابقى سائل عشانك انت يا رب العالمين وعشان عبادك المحتاجين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ازاي اشترك؟ كتر خيركم يا جماعه، ربنا يخليكم، ربنا ما يحرمنيش من سقفتكم الحلوه وضحكتكم الاجمل. يعني ازاي اشترك في حمله نهر الخير وعمار الارض؟ مشاركتك الجسديه، التركيب والحاجات اللي الناس كتير بتسالني عنها، استنى شويه، احنا في مرحله جمع التبرعات، فدلوقتي عايزين ننجح المرحله دي، سواء تعمل صندوق عندك في العماره، في المنطقه، في الكليه، في الشركه، في المدرسه، او يعني بقى بالورد اوف ماوث كما يقولون، تنشر الستيكر اللي موجود او البروشور ده او الفلاير ده على الفيسبوك
بحيث الناس كلها تشوفه وتشارك، او تبعت رساله من تليفونك لو تقدر، لغايه ما اقول لكم هنعمل ايه مع بعض. ابشر يا استاذ مصطفى، ابشر يا مصطفى، ولا استاذ ولا حاجه. هناك مسنين قد تبرعوا للحمله، بنجمع في حصاله نهر الخير، ولسه كتر خيركم. هي دي مسنين ولا دي ايه؟ مسنين. اصواء الفرقه الثانيه قسم اللغه العربيه جامعه القاهره، شكلها ما تمشيش مسنين. هناك حنينين، اما مش عارف هي حاجه كده، انا لا بعرف اقول على طول، بس انا مش عارف. عمار الارض ان شاء الله الجزء الثاني قريبا جدا باذن الله يا جماعه. انا سني صغير اقدر اعمل ايه للبلد؟ ادعي، ادعي وذاكر، او ادعي وذاكري دورك. عايز اقول لكم على معلومه، قال صلى الله عليه وسلم، وساعات تسال كده هو النبي بيقول الكلام ده ليه؟ ايه فايده يعني الجمله دي في وسط مئات الاحاديث او الاف الاحاديث؟ قال انما تنصرون بضعفائكم. واحد مش عارف يعمل ايه، ضعيف مش قادر ياثر في نهضه البلد، طفل صغير ولا شاب مدرسه ولا ايا كان، 15 سنه او اقل من كده، نفسه يعمل حاجه للبلد وهو ممكن يكون شايف نفسه مش مؤثر. لا، انت لما تذاكر وتتعب انت خدت بالاسباب، ياتي العون من الوهاب، عشان انت خدت بالاسباب ربنا يعيشك في بلد كويسه عشان بتتعب، فخد بالاسباب يا صاحب ال 15 سنه او صاحبه ال 15 سنه، وشوف ربنا هيديك ثواب بناء هذه البلد يا رب. عملت ذنب وكل ما افتكره بعيط وما كانش بايدي، بس هل كده ربنا هيغفر لي؟ وساعات بدعي ربنا ان ذاكرتي تتمحي عشان ما افتكرش الذنب ده. بصوا يا جماعه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله. احوالك مع الله في الذنوب مختلفه، وارضى بالحال اللي ربنا يقذفه في قلبك. بعض العلماء قال لك خليك فاكر الذنب، يبقى عامل زي الشوكه، كل ما تنسى توجعك فتوب لربنا. وبعض العلماء قال لك لا، تبت انسى الذنب، والجفاء في وقت الصفاء من الجفاء. يعني ايه؟ يعني انت خلاص تبت وربنا غفر لك، مش كل شويه تقول انا عملت انا وحش، خلاص في صفاء بينك وبين ربنا. انت اتاسفت لي وجايين نتغدى مع بعض فتقعد تقول لي انت لسه زعلان؟ يا ابني لا والله خلاص، ما بوصش القعده بقى، ما احنا قاعدين بناكل مع بعض اهو. الجفاء وقت الصفاء من الجفاء. فده شق من العلماء، والشق الثاني يقول لك لا، دايما تقول يا رب انا اللي وحش، انا اللي عملت، انا اللي مقصر. فدي احوال، ما فيش صح وغلط. انا بحب بتاعت الصفاء دي، خلاص انسى الذنب لان ربنا غفره لك. لكن قد يكون حال انسان ثاني مختلف، ده يمكن يكون حالي اللي انا حاسس بيه دلوقتي، ممكن بكره يبقى حاجه ثانيه. فكل ما افتكر الذنب بعيط، ده دليل القبول، دليل القبول الندم. سيدنا محمد قال يا عائشة عليه الصلاة والسلام، إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب، تاب الله عليه. أنا آسف يا رب آخر مرة، خلاص. لو بدأت أعمال صالحة بعدي، بعد ما تتوب تتبدل سيئات الذنب ده حسنات، فالتوبة ربنا بيغفر بيها، والعمل الصالح بيبدل السيئات حسنات. ف يا رب طب انا عايز انساه، استنى بقى، ده يفعل ما يشاء. ساعات ربنا بينسيك حاجات وساعات بيخليها، فاقبل، اقبل الحال اللي ربنا يلبسك بيه، لان الحال عامل زي الجلابيه، ربنا بيلبسهولك. والقيت عليك محبه مني، حس كده ان في حد جه رمى عليك كده جلابيه ولا بطانيه، فانت كل اللي يشوفك شايفك باللون بتاع البطانيه دي. والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني. فلو ألقي عليك تذكر الذنب، كل ما تفتكره قل له حقك علي يا رب، لكن على يقين أنه غفر بإذن الله. لو ألقي عليك نسيان الذنب خلاص، بس ده ما يبقاش بيشجع الواحد أنه يغلط تاني، والله أعلم. أنا جاية من ورا بابا وماما وقلت لهم رايحة الدرس، بس كان عندي درس فعلا وما رحتش كده، حرام؟ ايه بقى؟ طيب، لا انا بص، هقول لك راي الفقهاء في المساله دي. لا بلاش، مش هقول راي الفقهاء، لكن خليني اقول لك انا ما بحبش الموضوع ده، ما بحبوش بصراحه.
يعني ليه؟ لان بخاف نفتح الموضوع ده نعمل حاجات من وراء اهالينا، مع ان دي حاجه شريفه جدا انك تيجي مجلس العلم او مجلس الذكر، لكن الباب ده مش حلو، فانا مش بنصح بيه بصراحه، مش بنصح بيه. طيب ايه بقى الموضوع؟ طب تيجي من وراهم ازاي؟ حاجه من اللي قصدي يعني تيجي من مش من وراهم ازاي، تقنعهم يعني، تقنعهم ازاي؟ تقنعهم عن طريق انك انت، نفترض ان هو مثلا خايف مني، ما في اهالي خايفين من الناس اللي بيتكلموا في الدين يبقوا متشددين او كده، فوري له حلقه مثلا من الحلقات مثلا تكون يعني حاجه محببه لقلبه، فيحس ان انا مش هاجي اشجعك على حاجه غلط. وحق الاهالي تخاف برضه، ما في ناس بتتكلم كلام مش مناسب برضه في الدين، او خايف عشان الطريق مثلا او الايام في قلق في البلد، فساعتها بلاش نبقى مخوفينهم علينا، نخرج من وراهم. مش بشجع قوي الموضوع ده يا جماعه، والله اعلم. آداب الاختلاط بين الولاد والبنات. طيب أنا عارف إن أنتوا حافظين، لكني اتعودت إن السؤال اللي بيجي كتير يبقى دايما هو بيسموه خصائص المرحلة، هي أزمة جيل، أزمة مرحلة سنية. بصوا يا جماعة، تعالوا بس نتفق شوية اتفاقات كده، تعالوا نتفق إن الملتفت إيه؟ لا يصل. واكتر الحاجات اللي بتخلي الانسان يلتفت الاشياء اللي بتستحوذ على قلبه، واي شيء مركب في طبعك، في طبعك يعني انت مش مركب في طبعك حب العربيات، لكنك مركب في طبعك حب الراحه، حب مثلا انك انت تبقى راكب حاجه شكلها حلو، دبه كويسه. زمان الدبه كانت الحصان والجمل، دلوقتي العربيات. فمركب جواك حب الراحه مثلا، او حب انك تشعر ان الناس مهتميه بيك، فمنها بقى العربية الحلوة والبيت الحلو وهكذا. لكن الجنس الآخر كبنت أو كولد مركب في الطبع البني الإنساني، طبعك مخلوق بتحب الجنس الآخر، فالتفاتك بيتولك للجنس الآخر إن صح التعبير. يعني يعني بيتولك التول، يعني دي تعبير مصري شعبي جدا، يعني عارف أنت كده، يعني يعني اتهبل او حاجه، يعني انا مش لاقي حاجه يعني. فالتول يعني 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 استغرق. خلينا نمشي بقى، ايه نقول كلام علمي، حصل لك استغراق في الهم ده. يعني استغراق، ربنا لما اتكلم على علاقه الولد والبنت كلمنا انها علاقه تصاعديه. انا لما اشرب الميه، الميه اهي، لو شربت كوبايه ميه شبعت، مفيش علاقه تصاعديه، هو انا شربت ميه خلاص، خلاص انا مش عايز تاني. فدي لو كلت خمسه طعميه، لو سمحت خمسه طعميه، عزمني على خمسه طعميه، واحد قام جايب لي خروف، مش قادر والله، البني ادم العادي طبعا، مش قادر والله يا جماعه، مش قادر اكل. ليه؟ لان مفيش علاقه تصاعديه في الاكل، انا شبعت. لكن علاقه الولد بالبنت تصاعديه. يعني ايه؟ يعني الراجل لما كان بيغني زمان، والاغاني يا جماعه هي جزء من وجدان البني ادم، قال لك نظره فابتسامه فموعد فلقاء، مش دي اغنيه؟ هو بيتكلم عن الحقيقه، هي النظره جابت الابتسامه لما حصل نوع من القبول في النظره، فاتفقنا مع بعض نتقابل فلقاء. عشان كده لما ربنا اتكلم على الجنس الاخر قال ولا تقربوا الزنا، قال اهل العلم اي لا تبداوا في اول خطوه تنتهي بأي نوع من أنواع الزنا. أعزكم الله وعافاكم. طب إيه أول خطوة للزنا؟ قال أهل العلم النظرة، النظرة. فقال لك كل المؤمنين غضوا من أبصارهم. والله أنا مش ببص، نيتي مش وحشة، وهي زي أختي، وأنا ببص بص عادية يعني. هو قال ما تبصش، هو يعرفك أكتر منك. ألا يعلم من خلق؟ ومن ثم الاختلاط. يا جماعة الاختلاط عند أهل العلم منع، مش لحرمته، منع سدا للذرائع. يعني ايه ما منعش لحرمته؟ انا بقول لك كلام الفقهاء دلوقتي. يعني احنا دلوقتي لو احنا قاعدين بنحاول نخلي الشباب قاعدين مع بعض جنب بعض، لان احنا قاعدين مزنقين، والبنات قاعدين جنب بعض، ده اسمه اختلاط. في المسجد لما تكون الرجاله واقفين وراهم الستات ده اسمه اختلاط. لكن الاختلاط اصلا بيمنع سدا لذريعه الفتنه. انهي منع؟ المنع اللي هو مش كويس للمثلا خارجين في جروب مع بعض، احنا اولاد وبنات، ده مش صح. وانت لو بنتي او اختي قلت لي يا ابني انت ينفع اخرج مع زمايلي مع بعض؟ اقول لك في اولاد ولا بنات بس؟ لا في اولاد، احنا قاعدين بندردش. انا اقول لك انا ما بحبش كده. ليه ما بتحبش كده؟ انت متشدد. لا مش تشدد، المشكله احنا عارفين يا جماعه.
اول طريق للنجاه الصدق مع النفس، القعده والهزاره والكلمه الحلوه. واحد يقول لي بس انا مش هنصاحب بعض، ما فيش حاجه. ايوه، المفروض اصلا ما نتعودش على وجودنا جنب بعض من غير لازمه. مش المفروض الانسان يبقى دايما محتاج يبقى فيه بنت في حياته؟ ليه؟ لانك لما تتجوز هتشعر قد ايه ده بيأذي مراتك او بيأذي جوزك. وانا اقول لك على حاجه، انت لما تتجوزي يا ابو العيال ايا كان اسمه، يا عبد الله انا خارجه، ولاد ولا بنات؟ تقولي لي ولاد وبنات، يقول لك مش مشكله ما دام قدام الناس وما فيش فيلينجز يبقى خلاص روحوا مثلا، يعني بريئه يعني. هو طب ما هو الفيلم مش كان بيعرض النموذج ده؟ الفيلم ده ما شفتوش، ما تقعدش تبص لي ما شفتوش، بس انا ببقى عارف. مش الفيلم كان بيعرض لنموذج الراجل اللي هو ما فيش حاجه بقى يعني، ما كله حلو يعني؟ ما هو ده عكس الطبيعه التكوينيه للرجل اللي عنده دم الغيره. فالاصل مش ده يا جماعه. فانا لو بتسالوني انا بقول يا ريت البنات تبقى لوحدها في الخروجات والقعدات والسفريات والمش عارف ايه، والولاد لوحدهم. والله اعلم. يا منجي، بص يا صاحبي، بيقول لك ايه؟ كتير قوي بحس بغيره لو حد عمل حاجه كويسه انا ما عملتهاش، حتى لو كانت الحاجه دي انا اللي دليته عليها. بص، الغيره دي سماها اهل العلم الغبطه. يعني ايه الغبطه؟ ان انا اتمنى اعمل حاجه حلوه زي فلان. تنقلب الغبطه الى حسد لو اتمنيت زوال النعمه من عنده. الغبطه ده شعور كويس، ان انا اغبطك انك انت بتعمل اشياء نافعه للناس، انت قريب لربنا، يا نفسي ابقى زي الانسان ده. لكن تنقلب لحسد، نفسي ابقى زيه وهو يبقى مش كويس. ده الحسد اللي ربنا نهى عنه. طيب، الغيره دي المفروض ينبني عليها الطاقه، لان الغيره اصلها بتحرك دم الانسان. طاقه ان انا ابقى زي الانسان ده وامشي في طريق الاخذ بالاسباب. ان انا مثلا لو عايز ناس تبعت لي يقول لي عايز ابقى داعيه، نفسي انا كمان يبقى عندي درس كده والناس تحضر، اقول له ابدا. لو انت نفسك ابدا، اتعلم، اطلب العلم، ابدا حسن اخلاقك، ابدا حس باللي حواليك، ابدا حب الخير للناس، لان دي مقومات الشخص المصلح. فابدا خطواتك بالدم الايه اللي فار بسبب الغيره ده. ربنا ياخد بيننا. واللي غيران من حاجه يدعي بيها يا جماعه، ويدعي لصاحبها لحسن يكون بيحسده ومش واخد باله. اللهم صل على سيدنا محمد. بحاول اقرب لربنا بس اصحابي بيبعدوني شويه وبيأثروا عليا. يا صديقي، الصحبه قرار، الصحبه قرار، والترك اساس النجاح. ساعات كتير بتترك، مش هقول لك اصحابك بس، نوعيه معينه من الخروجات، نوعيه معينه من المواضيع اللي بتتفتح، نوعيه معينه من الاهتمامات تتركها عشان تعرف تقرب لربنا. فلو اصحابك بيسخروا من قيمك هتضطر تسيبهم. لان انا ممكن يكون، انا ممكن اكون صاحب مش كويس، بس انا ما بتريقش على صاحبي. يعني انا مثلا على سبيل المثال، لو انا بنت وانت جيت اتحجبتي وانا صاحبتك، لو قلت لك انت ايه الهم اللي عملتيه ده او كبرتي نفسك او حاجه من كده، انا لسه ما اتحجبتش. لو انا انسانه كويسه ولسه ما اتحجبتش اقول لك مبروك، الف الف مبروك، جدع والله، ان شاء الله بكره ابقى زيك. فانا ما خدتش الخطوه بس فرحانه ليك. لكن اسخر منك او احسسك انك انت ضيعتي شبابك، لا، انا كده مش رفيق الطريق. وكذلك عندنا احنا لما بنقعد احنا كشباب نوصف بعضنا بان انت عم الشيخ وبتاع، لما تكون بتحاول تبقى انسان كويس، مش بتكذب مثلا، او انسان بتحترم ابوك وامك، او انسان عندك رقه وطيبه في التعامل، ما تزودهاش كده، ما تتريقش عليا. اذا كنت مش عايز تبقى زيي ما تتريقش عليا، عشان انت كده بتكسر عزمي. فاللي بيكسر في عزمك انا بقول قلل، قلل القعده معاه، وهو قرار وربنا ياخد بايدينا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. واللي مش زيك لكنه بيشجعك حتى لو هو وحش، لا، خليك جنبه، ده يستاهلك وانت كمان تستاهله. حاسه ان من غير الشغل والجواز ولا حاجه مهما عملت. انا مع اني محققه حاجات كتير في حياتي، حاسه اني مش محققه حاجات كتير في حياتي، مع اني بعمل مليون حاجه، بس من غير دول اول حاجه
حسني لما اموت وربنا يسال لي هقول له ما عملتش حاجه. طيب انا هقول انا فهمت ايه. حد بيقول يا رب اكون فهمت صح ان انا لسه ما اتجوزتش ولسه ما اشتغلتش فحاسس ان ما فيش حاجه حصلت مع اني بعمل مليون حاجه بس ما فيش حاجه حصلت. ده طبيعي. طبيعي ليه؟ لان احنا عندنا وده موضوع مهم يا جماعه لازم تفهمه عن نفسك، لازم تدرس خصائص المرحله. دلوقتي لو طفل صغير، طفل ده اهم حاجه في حياته انه يكون جسمه، فاهم حاجه التغذيه عند العيال. خصائص المرحله مبنيه على الاهتمام بالتغذيه، فما ينفعش يبقى مهمل في اكله. ممكن لما تكبر وتبقى كبير ممكن تلاقي نفسك اتشغلت قوي فبقيت مهمل في اكلك، بس عايش وعارف تكمل لان نموك توقف. وكذلك الافكار العقليه، الطفل الصغير لو هو صغير شيلته الهم زي اهالينا اللي شايلين هموم كتيره عشان ما عندهمش اساسيات الحياه، يحس ان هو مش مبسوط لانه فقد اللعب. وكذلك انت مثلا اتخرجت، خصائص المرحله دلوقتي تخش في علاقه عاطفيه ناجحه وتبدا تحقق نجاحات. مين اللي قال الكلام ده؟ واحد اسمه ماسلو، عمل هرم وحط فيه احتياجات الانسان. قال لك اول احتياج الاكل والشرب، ثاني احتياج الامان، ثالث احتياج حاجه اسمها التقبل الاجتماعي. يعني انا باكل وبشرب الحمد لله، طب انا بلدي فيها امان ولا لو مشيت في الشارع اتقتل؟ لا الحمد لله عندنا امان. يبقى شيء اللي جاي، عايز يبقى عندي اصحاب، عايز احب واتحب لان انا في السن ده ودي رغباتي دلوقتي. لو حققتها تدور على النجاح، الدرجه الرابعه في الهرم. لو حققت النجاح تدور على الالهام، تبقى ملهم. يعني ايه ملهم؟ يعني مش بس ناجح، انت قائد. يعني في ناس ناجحه وفي ناس بتعلم النجاح. فانت دلوقتي في الاكل والشرب والامان بتدور على التقبل الاجتماعي اللي هو بيجي عن طريق الشغل والجواز. فطبيعي انك تشعر بفقد شيء. بس صدقني اقول لك على حاجه ومش واخد بالي، حاسه يبقى بنت هي اللي بتسال السؤال. بنت، صدقيني ربنا سبحانه وتعالى الفرق ما بين، مش فيش فرق، ما فيش مقارنه، مش سخف والله مش هقول الفرق، بس لما تيجي تعرف ربنا تعرف انه قبل ما يخلقك دبر لك كل حاجه. وكل حاجه، عارف لما يكون حد شايف كل حاجه من فوق، فكل حاجه جايه. مره شفت صوره كده على الفيسبوك، واحد عمال يكسر في الحيطه بيدور على الكنز وناقص سنتي، قام مدي ظهره ومشي وييأس، والتاني عمال مكمل خلاص قرب يوصل الكنز، زي اللي بينام قبل الفجر بخمس دقايق خلاص الفجر هيأذن. فانت يمكن يكون العريس واقف على الباب وانت مش واخده بالك. طب ايه الحل؟ احسني الظن بالله انه بيرتب لك حياتك، وان التاخير ده بيركب فيك صفات عشان تبقي زوجه سعيده وتبقي مراه عامله. لو عايزه تشتغلي مراه عامله ناجحه فاصبري شويه، هو بس عامل زي ايه؟ طب ما تيجي نشتغل واحنا عندنا 12 سنه، يبقى اولى وثانيه وثالثه لغايه سته ابتدائي وخلاص. لا، لغايه لازم الجامعه عشان تطلع لسوق العمل وانت عندك اساسيات بسيطه. فهو كده بالظبط، فكل تاخيره وفيها ايه؟ خيره. فاصبر وما صبرك الا بالله. انا محجبه بس جيراني مش بلبس الطرحه قدامهم. شكرا. لا براحتك حبيبي، مفيش حاجه. يا نهار ابيض، اتفضل. محجبة بس جيراني مش بلبس الطرحة قدامهم. احنا يا جماعة عندنا نوعين من الناس، نوع اسمهم المحارم وغير المحارم اسمهم الأجانب. كلمة أجنبي مش يعني من أوروبا، أجنبي يعني ينفع أتجوزه، ده معنى كلمة الأجانب. تأخيرة جدا. الأجنبي ده المفروض أكون قدامه محجبة. الأجنبي ده اللي ينفع أتجوزه دلوقتي أو أتجوزه بعدين. أتجوزه بعدين يعني مين؟ يعني مثلا جوز أختي، جوز اختك ينفع تتجوزيه بعدين. ربنا ان شاء الله ما يكتبش على اختك اي مشاكل، بس لو انفصلوا ينفع تتجوزيه، او بعد عمر طويل وهي توفيت ينفع تتجوزيه. فما ينفعش تظهري بشعرك قدام جوز اختك عشان ممكن تعجبيه. ف سلام عليكم مع عند اختك ويقول لك بلاها مش عارف مين، خد الثانيه، عارف الموضوع ده حاجه كده يعني. فقال لك لا. طب ينفع اظهر بشعري قدام حماية؟ يعني انا بنت ينفع قدام حماية؟ قال لك لان حماكي محرم ابدي. يعني لو اختلفتي مع جوزك وانفصلته او جوزك توفي حماكي ما ينفعش يتجوزك، فينفع تقلعي بقى اخ زي ابوكي، خصمه محرم ابدي. فاي اجنبي لازم نغطي يعني بدن قدامه، مش بس طبعا الشعر، يعني لا يظهر الا وجه والكفين، او على قول العلماء بالنقاب، الخلاف اللي حضراتكم عارفين.
ايه الدعاء اللي يسيطر علينا دلوقتي؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فربنا قال فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. عشان البلد تعدي يا جماعه. ساعات المشاكل اللي حد بيقول بدعي عقبال ما تجيلي الحاجه بتحصل مشاكل كتيره. ساعات المشاكل في طريق تحقيق الاماني بتبقى معلمه عشان لما تجيلك الامنيه تعرف تبقى سبب في انك انت تصل الى الله مش تصرف عن الله. اضرب لك مثال. عايز اسوق. عشان تسوق لازم تتعلم سواقه وتخش تعمل اختبارات عشان تطلع رخصه. طب ليه يا عم التعب ده؟ عايز اسوق يا بابا هات عربيه. جبت العربيه، سوقت العربيه، كانت سبب في ان هي تعمل بيها حادثه او حاجه شبه كده، ما اتعلمتش. ففي عقبات عشان لما تيجي العربيه تبقى نعمه. فساعات تدعي تدعي يحصل لك مشاكل مشاكل وتيجي الحاجه. جوازه فيها مشاكل مشاكل وتجوزه بعد كده، لان ربنا بيربي سبحانه وتعالى القلوب والنفوس. فاصبر وكل حاجه هتيجي باذن الله. انا 8 هسيبكم ان شاء الله عشان برضو عارفين اخلص امتى. اللهم صل على سيدنا محمد. ازاي الانسان يخرج من الدنيا بقلب سليم؟ يخرج من الدنيا وهو ما اذاش حد، ما فيش في رقبته مظلمه لحد. واكتر ناس بيتظلموا القريبين مننا. اكتر ناس ممكن يمسكوا في رقبتك مراتك او جوزك، ابوك او امك، الناس اللي احنا واخدينهم حق مكتسب، فبدوس عليهم في وسط حياتي، بنساهم وبنسى ارضيهم. فخد بالك من الموضوع ده. حرام لو قلت لخطيبي بحبك. ولو كان حرام طب ازاي نتجوز من غير ما احبه؟ طيب انا هقول لك تعمل ايه في الموضوع ده. استنى انا جاي لك دلوقتي. تعرف انا بفكر في ايه؟ بفكر اسهل الاجابه واخلي الاجابه حلوه وافكر في الطريقه الانسب. ممكن ادش الموضوع زي ما هو كده، بس انا هي الاشكاليه فين يا جماعه؟ الخطيب ده ممكن يا رب تكمله ان شاء الله باذن الله، بس لو ما كملتوش الحب علاقه قويه جدا وساميه جدا والتعبير عنها اسمى كمان. انا ممكن اكون بحب بس ما اعرفش اعبر، لكن احب وبعرف اعبر ده انت جامد جدا. فالتعبير عن الحب ما يكونش الا للزوج. ليه؟ لان حصل الرباط الوثيق اللي اصبح فيه حقوق. ومن ثم غير ان العلاقه ما بين الرجل والست علاقه تصاعديه. فلو هو اكيد اللي خاطب واحده اكيد بيحبها. يعني انا النهارده لما اكون وانا اتعرفت على حضرتك ليه؟ ما انا اكيد بحبك يعني، ما انا خاطب، بس مش لازم اعبر. يعني لان لو قلت النهارده بحبك بكره وحشتيني بعد بكره في حاجات مش صح. فاللي عايز اقوله حاول انك انت تعبر عن الحب. مثلا انا مبسوط ان انا يعني تعمل حاجات مثلا كده، تبقى مثلا يعني انا النهارده يعني دي حاجه جميله جدا ان انا عديت في الشارع. يعني خلي افهم في كلام الحب، اتعلم يعني مثلا انا يعني الجو حلو النهارده قوي، يعني خليك رومانسي يعني اتصرف يعني. فاهم قصدي؟ قول لها بعزك اي حاجه، بس قول لها انا مش عارف. اقول لك حاجه جامده قوي، روح بالليل واكتب على الحيطه اللي قدام باب بيتها بحبك، وزورهم وقول لها ايه ده؟ فهي تبص كده فتفهم، بص العصفوره ف يعني، بس ما تقولش فهمت الاجابه. ما تقولش بحبك بقى خلاص، ده اللي انا كنت عايز اقوله بقى قبل الموضوع ده كله. شكرا يا نورهان الله يخليك. نعم ايوه صح ايوه الله. بص يا جدعان، لما تتجوزوا هتعرف قيمه كلمه بحبك. فاخر شويه كده وان شاء الله
هتقولها ما تخافش في حياتك ان شاء الله باذن الله. يا الله تقدم ليك ناس كتير للجواز ودايما اجابتي مش بعرف اخد قرار. هو طبعا اللي ما بيعرفش ياخد قرار محتاج حاجه بيسموها بره المنتر، المنتر اللي هو رفيق المربي، لازم يكون ليك ظهر. انا مش عارف اخد قرار في حاجه معينه، استشير حد تشعر ان هو عنده خبره اجتماعيه ويعرف ربنا. ممكن خبره اجتماعيه بس يقول لك حاجه ما ترضيش ربنا، لا خبره اجتماعيه ويعني مش عايز يغضب ربنا في اي قرار. فلو مش عارف تاخد، الرحمن فاسال به خبيره، لو عايز تروح لربنا، لو عايز تفهم حاجه في مناحي المجتمع فاسالوا اهل الذكر اي اهل التخصص ان كنتم لا تعلمون، وهكذا. فدايما اللي مش عارف ياخد قرار يسند على حد يثق فيه، وربنا ياخد بايدينا ان شاء الله. ازاي اقدر ذاتي؟ ما تقولش كلام سلبي على نفسك اطلاقا، اوعى تقول كلام سلبي على نفسك، واوعى تقعد مع حد بيقول كلام سلبي على البلد. اهرب من كل انسان بيسود العيشه، ده يعني دي مبدا حياه. ما تقعدش مع حد اطلاقا بيقول لك البلد بتولع، البلد بتضيع، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه لو يقصد هنعمل ايه علشان ننقذ؟ اه ماشي، هي اصلا ما بتولعش ولا بتضيع، بس الشخص اللي يقول لك كلام سلبي من غير ما نطلع منه بشيء ينبني عليه عمل، ده اسمه نقد غير بناء. وعايز احذركم يا جماعه من بعض التوك شوز بدون ذكر اسماء احتراما. يا جماعه التوك شوز بعضها مش مصدر للمعلومات. امبارح قال لك ده حصل كذا طلع ده كذب، وبكره قال لك حصل كذا طلع كذب. مش ممكن بعد بكره لسه بيشغل برضه وبيشكل وجدانك وافكارك. فخد بالك التلفزيون مش دايما مصدر للصدق، والله اعلم. معاصي السر مشكلتها عدم غض البصر. غض بصرك في العلن، ربنا يحفظك في السر. احفظ الله يحفظك سبحانه وتعالى. الله، بص يا صاحبي بيقولك ايه، لما انت بتعمل مشروع لتوصيل المياه ايه لازمة الحكومة؟ صح، وجهة نظر، دي مشاريع يقوم بها الحكومات، بس في العصر الحديث كل الأمم المتقدمة رفضت المبدأ ده. قال لك الحكومات ما تقدرش على الشعوب الكبيرة. احنا يا جماعة مش بلاد العالم الاسكندنافي بقى وبولندا ومش واحنا مثلا مش سويسرا مثلا عدد قليل وفلوس كتيرة، احنا بلد كبيرة. فمؤسسات العمل المدني، شوف أمريكا كبيرة وحكومتها مليانة مليارات ومع ذلك قائمة على مؤسسات العمل المدني. عشان كده كان زمان ايه لازمة الحكومة؟ لا، هتشتغل الحكومة واحنا كمان نشتغل جنب الحكومة، ولو ما اشتغلتش نقول لها انت ما بتشتغليش بس واحنا شغالين برضه. ده على مستوى الكلام، الإجابة الواقعية. الإجابة الشرعية لا. لا، ما انا مش هقول لربنا الحكومة تشتغل، انا كمان عايز يكون لي دور، عايز اشتغل عندك. هروح اتطوع في الحكومة ممكن ما ينفعش، دي وظائف، طب اعمل ايه؟ اشتغل بإيدي. وربنا ياخد بايدينا يا رب. هل لو بنت تقدم لها عريس وكانت هي مع حد تاني، يعني زي يكون بتحب تاني، بتحب حد تاني، هل ده بلاء للعريس ان ربنا يرزقه ببنت كده ولا؟ طيب، اولا مش معنى ان كان في بنت مصاحبه قبل كده انها بنت وحشه، كلنا عندنا الاخطاء دي. وبعدين انا ما كنتش اعرف ان ده غلط لاني كان حب بريء، وانا فعلا مصاحبه الولد ده عايز اتجوزه، فده من جوه معنى حلو، لكن هو غلط من حيث كلام ربنا ورضا ربنا. بس يعني هي مش يعني مش كل واحد حب يا جماعه، ده انسان شهواني، او اي بنت كان في ولد في حياتها دي بنت شهوانيه، دي علاقه شريفه كريمه. ربنا قال بلاش تبقى إلا في ظل رعاية الأهل اللي ربنا يرضى عنها. لكن مش كل قصة حب هي قصة، يعني قصة مش نظيفة المشاعر. فلو كان في حد عنده علاقة زي دي وبعدين جالها عريس وكان هي عندها ماضي زي ده، خلاص يعني الماضي اتقفل، اتقفل
ومش لازم تتكلم فيه، وده موضوع كبير عند الفقهاء، هل لازم نتكلم على الماضي ولا لا؟ لكن مش ده موضوعنا. انت انسانه كويسه وانت انسان كويس، ولو تقدمت البنت كان عندها ماضي ده مش معناه انها وحشه. الحال دلوقتي، لان انت كمان ممكن يكون عندك ماضي اوحش، بس انت كويس. الماضي بتاع سيدنا عاصم بن ثابت انه وقت 8 بنات، وده من كبار الصحابه. الماضي بتاع سيدنا عمر بن الخطاب انتوا عارفينه. الماضي بتاع صحابه كتير، سيدنا وحشي اللي قتل حمزه عم النبي عليه الصلاه والسلام. المستقبل بتاعه كان انه من كبار الصحابه، وهو اللي قتل مسيلمه الكذاب بنفس الحربه. ف يعني ربنا سبحانه وتعالى يخلي اللي جاي احلى باذن الله. اللهم صل على سيدنا محمد. والله القعده معاكم حلوه يا جماعه. بحاول بسرعه جدا الحاجات المكرره عشان اجاوب على اسئلتكم، نفسي مره اخش اجاوب على كل الورق يعني. ف اللهم صل على سيدنا محمد. انجذبت لزميلي في العمل لالتزامه وتدينه، اعمل واعمل على غض البصر وكف الحديث معه، لكن النفس اماره بالسوء. بص بقى، صل على النبي عليه الصلاه والسلام. شوف، القلب تسمى قلب لانك لا تملكه. لو حصل انجذاب من القلب لشخص، يعني انت راجل انجذبت البنت او البنت انجذبت لولد، هنا بيبقى القرار اكمل في السلالم بتاعه الزحليقه، انجذبت له فوقفنا اتكلمنا فدردشنا فحصل قبول اكتر فخطوات، وبعدين فجاه بتلاقي الزحليقه، فجاه بيحصل انحدار في القيم اللي الواحد بيحلم بيها وبيتمناها النفس انه يعيش بيها مع ربنا. لا، انت طلعت اول سلمه في الزحليقه انزل تاني. لو الانجذاب حصل وقف الالتفاته دي، لان ده التفات القلب. وادعي ان ربنا يرزقك العفه، وان انت ربنا لو البنت دي فيها خير او الولد ده فيه خير ربنا يبعته لك من الطريق الصح. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وقت البيوت من ابوابها. يعني ايه وقت البيوت من ابوابها؟ كن عايز تتجوز خش من الباب، ما تعملش علاقه الاول وصداقه الاول، باب البيت اول حاجه، ده اول خطوه في العلاقه مع البنت او يعني في علاقه الحب. فهذه التفاته هي اختبار، لو وقفت نفسك عنها ربنا ان شاء الله يعوضك خير في الشخص ده لو مكتوب، ولو مش مكتوب ربنا يصرفه عنك. واستخيري لعل لو مش ده اللي مكتوب ربنا يصرفك عنه من الاول. لكن لو سبت نفسك دي حفره كبيره قوي، وقع قبلك فيها ناس كتير وخسروا حاجات كتير من اشياء بنوها مع الله قبل كده. ربنا ياخد بايدينا يا رب. شكرا شكرا. حاضر يا فندم. شكرا يا فندم. الله يخليك، الله يحفظك يا فندم. يا الله، اللي حاسس انه اتظلم قوي 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 وصعبان عليه نفسه يعمل ايه؟ يكثر من لا حول ولا قوه الا بالله. انت بتستمد من قوه ربنا. لا حول ولا قوه الا بالله. لو قدرت ما تدعيش على اللي ظلمك تبقى جدع، لو ما قدرتش ادعي، وان كان مش دي الوصيه، لكن لو قدرت انك ما تدعيش يبقى احسن. ف وتأكد أن ربنا سبحانه وتعالى لما سألوا سيدنا موسى أين أجدك يا رب، قال عند المنكسرة قلوبهم. أنت في حالة حلوة قوي دلوقتي مع ربنا. وقال لك مثل أجنبي ترجمته بالعربي، لو الدنيا زقتك على الأرض فأنت في أقرب موضع للسجود. فاسجد قول له يا رب ماليش غيرك، ورد لي يا رب حقي. ولعل ربنا بيدوقك الظلم عشان ما تظلمش بعد كده، تحس قد ايه الموضوع ده جارح، فبيحميك من نفسك. نفسي ارجع على ربنا ومش عارفه. انت رجعتي وانت مش واخده بالك، وهو شلك 90% من الطريق بمغفره الذنوب، وانه خلاكي جليسه معه، انا جليس من ذكرني، يبقى تكملي بالصحبه الصالحه وكثر الذكر بعد كده. هل الحجاب فرض ولا سنه؟ الحجاب فرض زي الصلاه. سؤال عادي جدا من اعلام في غير المتخصصين بيتكلموا في الدين، طبيعي جدا، لان احنا لما ندي ودننا لغير المتخصص دي تبقى النتيجه، الثوابت تتضرب.
فهو فرض زي الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. ينفع تخطب لواحد أصغر مني؟ الإنسان عمره بكثرة تجاربه، فاعرفيه كويس من خلال أهلك، وخلي أهلك يشوفوه ويقيموه، وممكن يبقى أصغر منك لكنه بعشر رجالة، فهي مش مقياس. سيدنا محمد كان أصغر من السيدة خديجة مش بشهرين ثلاثة، بخمستاشر سنة، بس هو سيد الرجال عليه الصلاة والسلام، يملى العين عليه الصلاة والسلام. فأقصد أقول من كلامي إيه؟ أقصد أقول من كلامي إن دي مش تجربة نبوية عشان نقول آه ده النبي، لا، عشان يكون مثل سيدنا محمد إن صح التعبير يعني. عارف لما حد يحصل فيه كل حاجة عشان أي موقف تلاقي عند النبي منه إجابة؟ فكل ما تتخيله حصل مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، لدرجة إن سيدنا محمد نصح مرة نصيحة في شيء علمي دنيوي وطلع فيه أولى، وكأن الله يقول إن رجال الدين قد يكونوا يعرفوا في بعض العلوم الحياتية وقد يكونوا ما يعرفوش فما يدخلوش. سيدنا محمد قال لهم تؤبروا النخل، تعملوا حاجة في النخل يطرح، فلما أبروا النخل حصل حاجة مشكلة في النخل، فقال أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. أقعد أسأل نفسي يعني النبي غلط يعني ولا لا؟ لا، ده النبي بيوصل رسالة بالموقف ده بقدر الله. ربنا بيوصل رسالة إن في علوم حياتية فيها المتخصص. أيوة بس الشيخ قال، أيوة الشيخ لو عنده علم هنا يبقى هو شيخ هنا وشيخ هنا وأستاذ هنا. زي مثلا أنا عندي أحد أساتذتي عالم في الحديث والفقه وجراح، فلما كان عندي مشكلة كبيرة رحت له مع الله، ومشكلة كبيرة في جسمي رحت له لأنه جراح. فهمت قصدي ولا لا؟ فالتخصص هنا. طب يعني ما كان حد تاني غير النبي والنبي علق عليها؟ لا، تيجي في النبي عليه الصلاة والسلام عشان يقول لك الكبير الكبير قال لكم أنتم أعلم بشؤون دنياكم صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله. قبل ما أدعي يعني عارف سايق عليكم النبي عليه الصلاة والسلام، سايق عليكم النبي، ما تردوا إيديا للناس الحلوة والعيال زي القمر دي، والله سايق عليكم النبي عليه الصلاة والسلام. هو مين اللي سايق علينا النبي عشان نحبه؟ مين اللي سايق علينا النبي؟ نعم؟ الله. أول واحد سايق عليك النبي عشان تحبه هو رب العالمين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. مش كده، مرة كنت قاعد مع واحد بقول له ده ربنا بيحبنا قوي وبنغلط وهو اللي يقول لنا قربوا مني، قال لي مش بس كده، ده ويسوق عليك كمان الناس، يبعت لك واحد يقول لك ما ترجع بقى لربنا، بيسوق عليك الناس. فعلا ربنا حنين، فيلا احنا كمان نكون حنينين. 95 95 رسالة من موبايلك، ثم الأرقام 010 2000 16 50 و16 40، واللي مش هيقدر يتبرع هيتبرع إن شاء الله، هيتصرف ويتبرع إن شاء الله، وبعدين يدل إن شاء الله كل الناس يا رسل نهر الخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. يا الله افتح علينا في عبادة الاصطفاء، ونجنا وأعنا على عبادة الابتلاء، وافتح لنا أبواب خدمتك في عبادة الأنبياء. اللهم افتح لنا أبواب خدمتك في عبادة الأنبياء. اللهم اسمح لنا وأذن لنا بعبادة الاصطفاء، وساعدنا يا الله على تحسين أخلاقنا كما حسنت خلقتنا في عبادة الابتلاء. ثم خذ بأيدينا وارض بنا خدما عندك في عبادة الأنبياء. اللهم اجعل حياتنا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. اللهم اجعل إجابتنا حاضرة إذا سألتنا يوم القيامة استسقيتك فلم تسقني فلم تسقني. يا رب اجعل سقيا الناس على أيدينا، يا رب اجعل الناس تنبهر بعطائك عن طريق نحن. يا رب يا من سخرت عبادك ليصيروا جنودك في الأرض
اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون. يا الله انزع من قلوبنا معاصي تملكت قلوبنا وصرفتنا عنك، انزع يا الله من صدورنا شهوات والتفاتات وأشياء سواك جعلتنا غافلين عنك ليل نهار. يا الله بنينا حواجز بيننا وبينك، يا الله اغفر لنا الذنوب كبيرها وصغيرها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها. يا الله انظر لنا بعين الرضا والرحمة. يا رب مصر، يا رب بلدنا، يا رب التبست علينا الأحداث واختلفت في عقولنا الآراء، يا الله أرنا الحق وأهله، أرنا الحق وأهله، واجعلنا من أتباع الحق وأهله. يا الله يا الله اجعلنا من أتباع الحق وأهله. أمكر بمن يمكر بالبلد، اللهم اجعل كيد من يمكر في نحره واجعل تدبيره في تدميره. أرنا عجائب قدرتك، أخرجنا من هذه الغمة يا الله، أخرجنا من هذا الغم والهم يا الله، واجعل لنا يد في إخراج هذه البلد من الظلمات إلى النور ومن الكربات إلى السرور. يا الله يا الله يا رب يا حنان، املأ قلوبنا بالحنان على المحتاجين والمساكين الذين ذلت نفوسهم من أجل الاحتياج. يا من أغنيتنا بفضلك عمن سواك، اغن الناس بفضلك بأيدينا عمن سواك. اجعل نفعك في أيدينا إلى الخلق، اجعل حنانك في قلوبنا للناس. يا الله اجعل رحمتك تصل للناس عن طريقنا يا رب العالمين. يا الله اصرفنا من هنا وقد رضيت عنا وأحببتنا وغفرت لنا وسامحتنا رغم عظيم ذنوبنا. يا الله يا رب نجي المسلمين في سوريا، نجي الناس كلها في سوريا يا رب، وفي فلسطين يا رب، وفي العراق، وفي كل أرض انتشرت فيه دماء الناس مش بس المسلمين. بنحب كل الناس، نجي كل الناس يا رب، ونجي المؤمنين منهم يا رب. يا رب اهدينا يا رب، تعبنا من المعاصي والغفلة يا رب في أوقات عز فيها النصير للحق. يا الله اجعلنا ممن نصروا الحق وأهله. يا الله يا رب يا رب نحج السنة دي أو نعمل عمرة حتى لو معناش فلوس، أنت عندك، أنت معاك يا رب، أنت معاك كتير يا رب، وخزينك مليانة يا رب، ابعت لنا يا رب. حتى لو ضاقت أمامنا السبل أنت تقدر يا رب، على كل شيء قدير. اهدينا يا رب، قوينا على معاصي فشلنا في أيام كثيرة في أن نتركها، أنت تقدر يا رب، بكن فيكون تساعدنا. ساعدنا يا رب، ساعدنا يا رب، يا صاحب كل فريد، يا قريبا غير بعيد، يا غالبا غير مغلوب، اجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين. يا الله املأ قلوبنا بحب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وخليه دايما على بالنا، ما نضايقوش أبدا ولا نعمل شيء يعز عليه ولا يجرحه في قلبه لما تعرض عليه أعمالنا. لقد قلت أنت يا الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز، عزيز عليه، يعز عليه، يجرحه، يضايقه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم فرح قلب الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم بنا. اللهم تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، وصل اللهم وسلم وبارك على شفيع المذنبين، والحمد لله رب العالمين. نورتونا، كتر خيركم، شوفكم قريب على خير إن شاء الله.